مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ثانية في سياق هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من مختلف المواقع العمانية لتغطية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. بطبيعة الحال تلك الصور التي سكناها من مختلف من عدة محافظات، ذلك الناخب الذي يضع صوته في صندوق الاقتراع بيمينه والابتسامة تعلو وجهه في تشاركية، في مشاركة رصينة وثابتة وحيوية في الواقع تصنع بمخرجاتها في نهاية هذا اليوم مشروع المستقبل الذي يشكل أحد معالمه بطبيعة الحال مجلس الشورى والفترة الثامنة التي كما قدمنا بأنها من أهم الفترات في عمر مسيرة النهضة، مسيرة مجلس الشورى في أيضا واحدة من أهم مراحل عمر النهضة المباركة. ننتقل إلى محافظة شمال الباطنة والزميل سيف بن خلفان الكندي حيث يتواجد في مركز الانتخاب في صحار. سيف، كيف سارت الساعة الأولى من العملية الانتخابية؟ وكما يعلم الجميع ويدرك بأن شمال الباطنة تتسم بالزخم السكاني. نعم، حقيقة سارت الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، ذهبت الساعات إلى تنظيم جيد بشكل يعني يثبت تفاعل الناخبين وحضورهم المبكر للمركز الانتخابي. حاليا بدأت الجموع بالتوافد من مختلف الأحياء السكنية القريبة من المركز الانتخابي. طبعا يوجد ثلاث مراكز انتخابية تتوزع في كل من قرى الملتقى والهمبار، وأيضا يوجد مركز ثالث في قرية العيونات. للتسليط الضوء أكثر على سير العملية الانتخابية منذ بداية الصباح، يسرني أن ألتقي الآن مع الدكتور علي بن سالم الحراسي رئيس لجنة التنظيم. نرحب بك معنا دكتور في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بجميع الإخوة المشاهدين لتلفزيون سلطنة عمان. نعم دكتور، يا حبذا لو نلقي الضوء على كيف صارت ساعات الانتخاب الأولى بعد فتح الصناديق بحضور رئيس لجنة التنظيم ورئيس لجنة الفرز ورئيس لجنة التصويت. أيضا بعد ما بدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة السابعة، أخذت الجموع تتوافد على هذا المركز وهو مركز الحكمة، وهو من المراكز الثلاثة المخصصة للناخبين في ولاية صحار. بدأت العملية الانتخابية بيسر، وتدفق المواطنون للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم منذ الصباح الباكر، وما زالت جموع المواطنين يتوافدون على هذا المركز بأعداد جيدة. نأمل أنه خلال الساعات القادمة يكون هنالك أعداد أكثر، وأيضا في الفترة ما بعد الظهر تكون فترة الذروة. ولكن في جميع الحالات ففي هذا المركز 20 قاعة هيئت للناخبين حتى لا يكون هنالك ازدحام وتأخير في الإدلاء بأصواتهم. كذلك هيئت في المركز قاعات للانتظار سواء للذكور أو للإناث. كل التجهيزات وجدت في هذا المركز وغيرها من المراكز، سواء فيما يتعلق بذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة خصصت لهم قاعات. كذلك وجدت قاعة للحالات المرضية في حال وجد أي إعاقة لهذا الجانب، فوجد أيضا هنالك طبيب. هناك قاعات مخصصة للرجال وأخرى للنساء بالنسبة لهذه الحالات، حالات الإعاقة مثلا؟ نعم، هنالك حالات قاعات خصصت للذكور وقاعات خصصت للإناث. نتحدث أيضا دكتور عن المراكز الانتخابية الأخرى، نحن الآن في مركز الحكمة، ماذا عن المراكز الانتخابية الأخرى؟ كيف سارت بها الحركة الانتخابية بداية منذ الصباح الباكر؟ هل تجد أن هناك ازدحام نوعا ما في بعض المراكز الأخرى أيضا أكثر من هذا المركز؟ في جميع المراكز الموجودة في ولاية صحار وعددها ثلاثة الإقبال جيد، والعملية الانتخابية تسير سيرا حسنا، ولا يوجد هنالك أي معوقات.
لأن عدد القاعات كثيرة بحيث نتيح فرصة السرعة الانتخاب من قبل الناخبين حتى لا يصيبهم الملل من كثرة الانتظار. في جميع المراكز الموجودة في هذه الولاية تسير العملية الانتخابية فيها سيرا حسنا. شكرا جزيلا دكتور عبد الله. مثل ما أسلف دكتور رئيس لجنة التصويت بأن هناك سهولة ويسر في حركة الناخبين، تدفقهم في بداية الساعات الأولى وفي انتظار أيضا ساعات الذروة قد ربما تكون بعد الساعة 10 أو ربما 11 من صباح هذا اليوم. شكرا سيف بن خلفان الكندي، وتحدثت إلينا من المركز الانتخابي في مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة. إذن مشاهدينا الكرام في كل مكان ما زلنا نرصد العملية الانتخابية التي انطلقت في صبيحة هذا اليوم 25 من أكتوبر في تمام الساعة 7 صباحا، وستستمر حتى 7 من مساء هذا اليوم. نعود لضيفنا في الأستوديو الأستاذ ناصر بن سليمان السابعي المستشار بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية. أستاذ ناصر، يعني تابعتم الساعة الأولى من انطلاق العملية الانتخابية، هناك انصهار مجتمعي واضح في هذه العملية، هناك فئات مختلفة حقيقة، الشباب وكبار السن، المرأة، اصطحاب أحيانا الأطفال، يعني صورة يعني تنم عن رسالة مجتمعية تريد أن تقول للمتابع سواء في الداخل أو الخارج بأن المواطن العماني أصبح على قدر من الوعي في المشاركة في هذه العملية الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس الشورى. نعم، في الحقيقة من خلال متابعة هذه التغطية يعني الملاحظ أولا التبكير في هذه التظاهرة العمانية من خلال طبعا في جميع مراكز الاقتراع وفي جميع المحافظات، أيضا ملاحظ أيضا المرأة حاضرة بقوة في هذا التصويت، كبار السن أيضا لهم حضور واضح، الشباب لا شك لهم الحضور ربما يكون الأقوى، هذا يعكس حالة الانسجام في المجتمع العماني منذ القدم، يعني عمان ذات انسجام ثقافي وحضاري بجميع فئات المجتمع. عمان تشكل أو تمثل رمزا لهذه الوحدة الوطنية وكذلك هذا اللقاء المتنوع بين أطياف المجتمع. في مسيرة التاريخ العماني نلاحظ هذا الشيء بقوة في جميع الأدوار وفي شتى المستويات، سواء كان ذلك في مجال المعرفة والعلم، هناك حضور للعالم، حضور للمرأة العالمة، وحضور للمتعلم في مجال التأليف، في حلقات العلم، في مجالات متنوعة من المعرفة. أيضا هناك حضور في شتى مجالات المجتمع، في جانب العطاء، هناك حضور في جانب العمل، المرأة تعمل، الرجل يعمل، الشاب يعمل، كذلك حتى في مجال السياسة نلاحظ حضورا متنوعا في مجالات متنوعة، في مجالات متنوعة منها السياسة، العلماء حاضرون، في بعض الحالات أو في بعض المواقف كان المرأة أيضا رأي في جوانب معينة تتعلق بالسياسة. فحقيقة هذا التنوع بين الأطياف وبين الفئات يعكس حالة الانسجام ويعكس أيضا حالة الحرص، هناك حرص بين الجسد الواحد، فعلا هناك حرص على المشاركة الفاعلة بين أطياف المجتمع في هذه العملية الانتخابية، فأكثر من معنى وقيمة ورسالة تؤخذ وتفهم من هذه المشاركة الفاعلة من الجميع. نعم. طيب أستاذ ناصر، برأيك كيف تطورت موجهات أصوات الناخبين كرصد عام الناخب العماني، وبالتالي نستطيع الالتفات إلى القراءة التي تقول إن مخرجات صناديق انتخابات الفترة الثامنة الحالية التي بدأت ستكون مختلفة إلى حد كبير؟ والله هذا السؤال يعني يحتاج إلى إجراء دراسات متخصصة، لكن ربما هناك ملامح عامة لهذه الفكرة. من أهم الملامح طبعا ما سبق ذكره من
زيادة نسبة الناخبين. يعني تفضلت وذكرت أن نسبة الناخبين رفعت بمعدل 10 مقدار 10% أو 100,000 أو ربما 10%. هذه نسبة غير طبيعية خلال فترة واحدة. يعني هذا يعكس وهو مؤشر أيضا لجهود سبقت من خلال المؤسسات المختلفة والمتنوعة، طبعا على رأسها طبعا وزارة الداخلية الداعمة لهذه أو الحاضنة لهذا المشروع، وسائل الإعلام كذلك لا يغفل دورها في زيادة نسبة الوعي لدى المجتمع، كذلك هناك دور لمؤسسات أخرى، لا نغفل دور المسجد. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لها أكثر من حضور. المنبر القوي لوزارة الأوقاف هو المسجد، هو دور عبادة من ناحية، ومن ناحية أيضا دور تعريفي ودور توعوي. وقبل العملية الانتخابية أيضا حثت خطبة الجمعة بالضبط. بأن بالدليل والبرهان طبعا بالدليل الشرعي، بأن المشاركة في هذه العملية الانتخابية يعتبر مسلك وطني وشرعي هام لبناء الدولة وبناء المجتمع والمشاركة في هذا البناء الرصين. هذا الذي تم فعلا. يعني خطوة الجمعة كان لها خاصة الخطوة السابقة التي سبقت العملية الانتخابية كانت منصبة في نفس هذا الاتجاه. ولوزارة الأوقاف أيضا جهود أخرى، هناك محطات للحواضر والبواري كان فيها لقاء المسؤولين بأفراد المجتمع، وكان هناك أيضا إحياء لعملية تبادل الآراء وتبادل الثقافات بين الناس، يعني وحالة توعوية أيضا. فأكثر من جهة ساهمت في هذا الوعي، في زيادة نسبة الوعي. هناك حضور لأكثر من جانب في هذا الموضوع، يعني في غير قضية إضافة إلى قضية زيادة نسبة الناخبين، هناك أيضا الملاحظ أنه قللت أعداد المترشحين. يبدو أن هذا اتجاه أيضا إلى وضع أو إلى تحديد مواصفات أكثر صرامة. هي قلت أعداد المرشحين واتجهت إلى القيمة النوعية وليس العددية. بالضبط. إذا هناك اتجاه إلى النوع وليس إلى الكم، وهذا أيضا أدى بدوره إلى حدوث منافسة قوية بين هؤلاء المترشحين، وأصبح لدى الناخب خيارات وبدائل كثيرة يستطيع أن يمحص وأن يفحص الشخصية التي يزكيها بصوته في هذا اليوم 25 من أكتوبر. أستاذ ناصر سأعود إليك، فقط ننتقل إلى بعض المشاهد في وزارة الداخلية، حيث انعقاد اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. هذه اللجنة في حالة انعقاد، وأيضا اللجنة الرئيسية كذلك، واللجان أيضا الانتخابية في الولايات. الصورة الآن على الهواء من اللجنة العليا للانتخابات. هذه اللجنة ستتحرك إلى زيارات ميدانية في الواقع إلى مراكز الانتخاب، ويعني ترصد وتتابع كل مجريات العملية الانتخابية في 107 مراكز على مستوى السلطنة بمعية اللجنة الرئيسية ولجان الانتخابات في الولايات، التي أيضا تتفرع من هذه اللجان لجان أخرى كلجنة التنظيم والتصويت والفرز. إذن اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى الآن هي في حال انعقاد، وستقوم بزيارات وجولات ميدانية للإطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأيضا سنتابع أخبار هذه اللجان وسنرصد بالصوت والصورة وأيضا والاستضافة في الواقع لأخبار هذه اللجان ونشاطها وحركتها في المراكز الانتخابية، وأيضا متى ما بدأت تتلقى البيانات والمعلومات الخاصة بالإجراءات التالية بعد عملية التصويت من الفرز الأولي حتى إعلان النتائج النهائية. النتيجة هي 95 مرشحا ومرشحة، من بينهم طبعا 95 مرشحة، من بينهم 20 مرشحة يتنافسون ل 85 مقعدا في مجلس الشورى خلال الفترة الثامنة. إذن نتوجه مباشرة
إلى لقطات ومشاهد وصور حية من محافظة الوسطى، وهذه المرة من ولاية الدقم. طبعا كما تعلمون أيها الإخوة، هذه الولاية هي اليوم التي يعني يعول عليها من خلال المشروعات الكبيرة التي تحتضنها، سواء فيما يتعلق بمشروع الحوض الجاف أو ميناء الدقم أو مشروع المصفاة، يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني للسنوات الخمس القادمة. هناك مشاريع ضخمة وعملاقة تقام في الدقم. قبل أيام افتتح مركز لشرطة عمان السلطانية في تلك الولاية، ولتقديم الخدمات الشرطية والجمركية وغيرها للمستخدمين، لكثير من الزبائن المشروعات الاقتصادية هناك، وللمواطنين والمجتمع المحلي عموما. هناك نقلة اقتصادية كبيرة في هذه الولاية. هذه الانتخابات ستعكس وستلامس ما يدور من نشاط اقتصادي بطبيعة الحال في تلك الولاية. الناخبون والناخبات في هذه الولاية كغيرها من ولايات المحافظة، محافظة الوسطى، تدفقوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مراكز الانتخاب لانتخاب من يرونه مناسبا وكفؤا في تمثيلهم وتمثيل المجتمع عموما، المجتمع العماني عموما، وتمثيل الوطن تحت قبة مجلس الشورى في فترته الثامنة. إذن أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، ما زلنا نتواصل مع حضراتكم في وصف هذه الصورة. فقط أحيانا نعرج بين الفينة والأخرى على مواد قانون الانتخاب الصادر في 2013. يشترط لإدلاء الناخب بصوته في هذه الانتخابات أن يكون اسمه مقيدا في القوائم النهائية للناخبين، وعليه تسليم بطاقته الشخصية إلى عضو لجنة التصويت للتحقق من بياناته وورود اسمه في القوائم النهائية بالولاية، حيث تسلم له استمارة التصويت المعدة لاختيار مرشحه ووضعها في صندوق التصويت بكل سهولة وبكل يسر، ويحظر عليه إخراج الاستمارة من قاعة التصويت. أيضا للفت الانتباه الإخوة المشاهدين والمشاهدات، هناك يعني الوحدات الإلكترونية التي يستطيع أن يتجه إليها الناخبون المسجلون في المقيدون في السجل الانتخابي، لكنهم ربما لم يثبتوا النظام، عليهم التوجه إلى هذه وحدات الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية القريبة من هذه المراكز. شرط أن يكون اسم الناخب مقيدا في السجل الانتخابي. كل هذه التسهيلات وكل هذه الإجراءات التنظيمية والإرشادية في الواقع يعني ما وضعت إلا لتسهيل العملية الانتخابية على المواطن اليوم، وهو يشكل ملمح العمل الوطني بمشاركته وبتفاعله مع هذه العملية الانتخابية.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، إذا نتواصل مع حضراتكم في هذه التغطية المباشرة لسير ووقائع انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة التي انطلقت من صبيحة هذا اليوم كما تابعتم وتابعنا معكم عبر بث إذاعي وتلفزيوني. بدأت عملية التصويت منذ الساعة السابعة صباحا من صباح هذا اليوم 25 من أكتوبر، ونتابع نتنقل نتطوف في هذه التغطية من محافظة إلى أخرى في شكل متوازن وفي شكل حقيقة مستمر ودؤوب، يعني نعيش هذا الحدث الوطني مع المواطن في كل مكان على أرض عمان العزيزة. ننتقل مباشرة إلى محافظة جنوب الشرقية في ولاية صور والزميل يعقوب بن يوسف البلوشي. يعقوب، الآن ساعة ونصف تقريبا مضى على انطلاقة العملية الانتخابية، كيف هو المشهد يبدو في جنوب الشرقية؟ نعم أخي عبد الله، أجدد الترحيب بك وأجدد الترحيب بجميع المتابعين والمشاهدين الذين ينضمون لمتابعة هذا البث الحي والذي سيستمر حتى ما بعد فترة المساء لرصد ومتابعة أحداث تفاعلات هذا اليوم في المشهد الانتخابي الذي تعيشه السلطنة. الكل يلبي نداء الوطن. ترى في الصورة من خلفي جموع النسوة، نحن الآن متواجدون أخي عبد الله في مركز تصويت نسائي وهو مركز بلاد صور تحديدا في صور، وهو المخصص للتصويت النسائي في هذه الولاية، والصورة تتحدث عن نفسها من حيث كثافة الإقبال بعد انقضاء أكثر من ساعة ونصف على بدء العملية الانتخابية هنا، وترى جموع النسوة وهن لبينا نداء الوطن وأتينا ليصوتنا في هذا اليوم لمن اخترناه ليمثلهن في قبة مجلس الشورى في الدورة الثامنة. معي أخي عبد الله في هذه الفترة الدكتور ناصر بن عبد الله العبري رئيس لجنة التصويت بولاية صور ليحدثنا عن دور اللجنة، لجنة التصويت في حث الناخبين وإيصال الرسائل لهم عن أهمية المشاركة في هذا اليوم. أهلا بك أخي دكتور عبد الله. حياكم الله الأخ يعقوب، صباح الخير، صباح الوطن في هذا اليوم المبارك الذي تعيشه عمان في دورتها الثامنة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للدورة الثامنة. كما هو معلوم لدى الجميع أنه بدأت في صباح اليوم وبالتحديد في الساعة السابعة صباحا فتح المراكز الانتخابية على مستوى السلطنة لتباشر في استقبال الناخبين لتحديد مرشحيهم للدورة الثامنة لمجلس الشورى. من الملاحظ حقيقة أنه من الصباح الباكر توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وبالتالي ظاهرة تطمئن بأن هناك إقبال من قبل المواطن العماني لتحديد مرشحه للدورة الثامنة في مجلس الشورى. دكتور، كيف تشرفون على عملية المتابعة؟ نحن نعلم على أن المحافظة أو الولاية بها ثلاث مراكز انتخابية، مركز مخصص للذكور في مدرسة اللبابة ومركز خاص للإناث هنا في مركز بلاد صور، بالإضافة إلى مركز مشترك للذكور والإناث في ولاية طيوي أو نيابة طيوي عفوا. طبعا هو بالتحديد يعني حدد من قبل او اعتمد من قبل وزارة الداخلية ثلاث مراكز لولاية صور وفق للمساحة واعداد السكان او اعداد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي. تم الاستعداد مبكر من خلال اعتماد اللجنة الرئيسية لرؤساء واعضاء اللجنة المشرفين على اللجنة الانتخابية بالولاية، وبالتالي تم تحديد الاعضاء على الثلاثة مراكز. كما هو معلوم أو كما تم الإشارة إليه أن هناك مركز خصص للإناث وآخر للذكور في مركز الولاية، وهناك مركز آخر أو ثالث في نيابة طيوي بولاية صور وهو يستقبل الجنسين الذكور والإناث. تم تحديد أيضا رؤساء لهذه المراكز لعملية التصويت والتنظيم، يقومون بالإشراف على اللجنتين، وبالتالي باشر هؤلاء من خلال الأيام الماضية في وضع اللمسات الأخيرة لتهيئة هذه المراكز، وبالتالي نؤكد أنه من الصباح الباكر حقيقة ومن خلال متابعتنا لهذه المراكز وتواصلنا مع الأخوة رؤساء المراكز في هذه المحددة
هناك إقبال متواصل من قبل الناخبين ومن الجنسين ذكورا وإناثا إن شاء الله. الحمد لله. شكرا لك دكتور، ونتمنى لكم التوفيق في هذا اليوم. أحسنتم، وبالتالي هي كلمة أيضا نجددها للمواطن العماني أينما كان، للناخبين أيضا المسجلين في السجل الانتخابي، أن يسارعوا بالإدلاء بأصواتهم وتحديد مرشحهم، وبالتالي نؤكد أن كل المراكز على مستوى السلطنة مهيئة من خلال اللجان العاملة فيها لاستقبال الناخبين وتيسير كل ما من شأنه تسهيل مهمة الناخب، بحيث أنه نضمن أنه لا يقضي فترة زمنية للإدلاء بصوته في فترة لا تتجاوز إن صح التعبير أقول دقيقتين، ويخرج من مركز التصويت بكل سلاسة ويسر. شكرا لك دكتور. أحسنت. للتذكير فقط أخي عبد الله بأن الأعداد المقيدين في السجل الانتخابي للولاية يبلغ عددهم 22,719 ناخب، أي الذين يحق لهم التصويت في هذا اليوم. ونحن كما ذكرنا متواجدون الآن في مركز بلاد صور المخصص لتصويت الإناث، وهناك مركز آخر للذكور في مركز في مدرسة لبابة، وكذلك مركز آخر مشترك في نيابة طوي. عبد الله. نعم، شكرا يعقوب بن يوسف البلوشي، وقد حدثنا من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. وفي الواقع الصورة تتحدث في خلفه عن نسبة كثيفة من إقبال المرأة العمانية اليوم في هذه الانتخابات، ويعني هذا ما لمسناه كمشهد عام في كثير من المراكز في الواقع من خلال الساعة والنصف التي مضت الآن على انطلاق عملية التصويت في 107 مراكز على مستوى السلطنة. أيها الإخوة، يعني يرصد المراقب للشورى العمانية من ناحية ثانية مؤشرا جيدا بالاهتمام، جدير بالاهتمام، هو تنامي وعي الناخب بأهمية صوته، حرصه على التصويت، وهذه التدفقات التي رأيناها منذ الصباح اليوم في طوابير انتخابية منتظمة وبشكل سلس وبشكل حقيقة منظم للغاية، تجسد للمتابع صورة فعلية منقولة على الهواء عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان عن انصهار المواطن الناخب والناخبة واندماجهم في مسارات هذا المشروع الوطني وأهدافه وغاياته كما رسم له منذ البداية، وما يشكله ذلك أيضا من مكانة وطنية في رسم معالم المستقبل للوطن عمان عبر مخرجات انتخابية تضع لبنات المستقبل المشرق للوطن العزيز. وقدمت البداية المبكرة في الواقع كما تابعتم أيها الإخوة للاستعداد الانتخابي، كذلك قراءة موضوعية جدا إزاء تطور نوعي يعكس بوضوح نقلة لافتة في مسيرة الشورى العمانية، وتجسيد استراتيجية التدرج المحسوب بين قوسين لمنهجها العماني الصرف من السبلة العمانية كما أشار ضيفنا هنا في الاستوديو، ومن الجولات السامية للعاهل المفدى وهو يلتقي أبناء شعبه وجها لوجه متلمسا أيده الله حاجة شعبه ويستمع إلى أبناء شعبه، فتستمر هذه الجولات في توزيعها العادل للخير على جميع ولايات السلطنة، ثم مرورا بالمجلس الاستشاري، فمجلس عمان بغرفتي الشورى والدولة، وانتقال هذه الممارسة إلى النموذج المؤسسي الذي يعكس اليوم عمق هذه التجربة ومدى تفاعلها مع المواطن ومراحل تطور نهضته الحديثة. من قانون الانتخابات نحن سنطوف أيضا بين الفينة والأخرى للإجراء القانوني حتى نذكر المشاهد الناخب والناخبة أيضا ببعض الضوابط وبعض الإجراءات القانونية. تكون استمارة التصويت باطلة إذا لم تتضمن اختيار مرشح أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح، أو كان التصويت معلقا على شروط معينة، إذا علق الناخب أو الناخبة تصويته على شروط وهو يقوم بإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، وإذا تضمنت أيضا اسما غير وارد بطبيعة الحال في القوائم النهائية للمرشحين في الولاية، وإذا حملت أي علامة تدل على شخصية الناخب. في هذا المضمون تعتبر يعني استمارة التصويت باطلة. ننتقل ونتطوف في المحافظات لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية التي انطلقت منذ الساعة 7 من صباح هذا اليوم. نذهب إلى محافظة مسندم
أو نترككم مع بعض الصور والمشاهد التي رصدتها عدسة البرنامج في مختلف المراكز الانتخابية منذ انطلاق هذه العملية منذ الساعة 7 صباحا. نرجو أن تبقوا معنا لمتابعة هذا الوصف ومتابعة مجريات هذا الحدث الوطني. مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم لرصد وقائع انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. هذه الانتخابات التي انطلقت صباح هذا اليوم وتستمر حتى 7 مساء عند غلق صناديق التصويت. هناك حقيقة كثافة كما شاهدنا بالصوت والصورة ومن خلال شبكة مراسلينا المتوزعين على مختلف المحافظات. هناك نقل مباشر إذاعي وتلفازي من مختلف المواقع. هناك أيضا سيكون ربط مباشر في المركز الإعلامي بفندق الانتركونتيننتال، كما تابعنا الصورة الحية من الانعقاد اللجنة العليا للانتخابات في وزارة الداخلية، اللجنة الرئيسية. اللجنة العليا تقوم في هذه الأثناء بزيارات وجولات ميدانية لبعض مراكز الانتخاب. نعود لضيفنا لمتابعة مجريات هذه العملية، الأستاذ ناصر بن سليمان السابعي، المستشار بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية. أستاذ ناصر، يعني كما تابعنا هناك نتيجة واضحة، هو أن المعيار الحقيقي لتطور أداء الناخب، وكما تابعنا عملية سلسة وميسرة في طوابير الناخبين، هو حسن الاختيار الأمثل والصائب للشخصية الكفؤة القادرة على مسايرة الاختصاصات الجديدة لمجلس الشورى، وخاصة عندما نتحدث عن مرحلة مهمة من مراحل مسيرة الشورى من ناحية، ومرحلة مهمة من مراحل النهضة المباركة في عقدها الخامس. نعم أخي عبد الله، يعني عنصر الكفاءة هو الأساس في نجاح أي عمل من الأعمال، ويعكس مدى الإحساس بالمسؤولية سواء لدى المترشح أو لدى الناخب. المشاركة في العملية الانتخابية هي لها أبعاد متنوعة، من أهم الأبعاد طبعا البعد الوطني الذي يحقق مبدأ الانتماء، انتماء الإنسان إلى هذا الوطن وشعوره بضرورة البناء الفاعل والمشاركة في هذه العملية البناءة. لها أيضا أبعاد دينية، الإسلام وديننا العظيم أسس جملة قيم في مثل هذه العمليات، في مثل هذه المشاركات. طبعا الشورى هي مبدأ إسلامي، القرآن الكريم أنزل سورة بأكملها باسم سورة الشورى، هناك آيات تحدثت عن الشورى وأمرهم شورى بينهم في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، حتى في مجال الأسرة
التشاور بين الزوجين في كتاب الله تعالى مذكور أيضا. هذا البعد الديني في وجدان الإنسان العماني يعكس أيضا هذا الوعي بهذه المسؤولية الجسيمة. هناك نعم أستاذ ناصر، هذه المسؤولية وهذه القيم التي تشير إليها، هل تعتقد أنها أصبحت حاضرة في فقه وثقافة الناخب؟ في الحقيقة من خلال تطور هذه العملية المرحلية، في الحقيقة الوعي كبير. نعم. واضح جدا أن هذا المعنى وهذا البعد الأخلاقي القيمي حاضر في وجدان المواطن، ومن خلال جملة من المعطيات، من خلال أيضا هذه المشاركة الفاعلة، هناك حرص شديد وتنافس بين المترشحين وتنافس أيضا بين الناخبين في التركيز على مبدأ الجودة. طبعا الحديث عن الجودة في العمل، لكن حديث عن الكفاءة في المترشح. فالوعي في بهذه القيمة الوطنية حاضرة. المرحلة الراهنة مرحلة مواجهة التحديات على مستويات على أصعدة ومستويات متعددة. على الصعيد الوطني هناك يعني في الفترة الحاضرة أو القادمة هناك تحدي يخص الجانب المعيشي بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بالمنطقة. من الضروري اختيار الأكفاء للمساهمة بشكل فاعل وناجح ومدروس لتجاوز مثل هذه الأزمات. نعم. بمعنى ملفات ضخمة أمام مجلس الشورى خلال الفترة الأربع سنوات القادمة، يجب أن تلامس قضية اختيار الناخب وهو يضع صوته في صندوق التصويت، باعتبار أن المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة في ظل تحديات ومتغيرات اقتصادية واجتماعية، وأيضا في ظل اختصاصات كبيرة يجب أن يعيها المرشح الحالي بعد أن يصبح عضوا في الفترة الثامنة خلال الأربع سنوات القادمة. في الحقيقة مجلس الشورى قدم الكثير ونقل صوت المواطن ونقل حاجات المواطن بشكل جيد وفاعل وشفاف أيضا. فلهذا المجلس وأعضائه في مسيرته الفائتة في جولاته أو دوراته السبع جزيل الشكر على ما أدى. يبقى أن هناك يعني هناك حاجة لدى كثير من فئات المجتمع، هناك تساؤل في يطرح بين الحين والآخر، وهو كيفية تقييم أداء عضو المجلس. يعني مجلس الشورى نقل الصورة إلى 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 إلى, إلى الجهات المعنية، لكن هناك حاجة إلى تقييم ومعرفة عضو مجلس دور عضو مجلس الشورى. ما هي الآليات التي يستطيع المواطن أن يتلمس هذه أو يتلمس مؤشرات هذه الأدوار التي يقوم بها المجلس، مؤشرات العضو بالذات. المجلس طبعا له أدواره وقنواته، لكن كعضو ينتمي إلى هذه القبة الشريفة، هناك حاجة إلى أو هناك طرح في يعني بيان أداء العضو. ما هي الأشياء التي يقيم بها دور عضو مجلس الشورى، وأيضاً بالطريقة الحكيمة التي تفيد العملية وتفيد عملية البناء في مشروع عمان الحديث. إذن في نهاية هذا اللقاء مع الأستاذ ناصر بن سليمان السابعي المستشار بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، شكرا لك أستاذ ناصر، كنت معنا منذ الصباح في هذه التغطية. ونتوقف مشاهدينا الكرام مع مادة مصورة، ثم نعود لمتابعة وصف هذه الصورة عبر هذا البرنامج وهذه التغطية المباشرة والمفتوحة من مختلف المواقع لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة، وسيصحبكم زميل آخر الزميل عبد الله السباح في الساعات القادمة. شكرا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله في سياق هذه التغطية بالصوت والصورة والتحليل. تتقدم المجتمعات الإنسانية خطوات إلى الأمام كلما أدركت أنها مسؤولة عن المشاركة والبناء، وأيقنت أن الأوطان أمانة يتحملها كل فرد ينتشر في ربوعها ويمشي في مناكبها.
ومن هنا كانت رسالات الله إلى العالمين تحث المؤمنين أن يجعلوا هذه المشاركة منهج حياة وخريطة بناء. من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أصغى الناس إلى هذا الخطاب الأخير وأمرهم شورى بينهم، ليصبح بعدها هذا المبدأ عقيدة ينشأ عليها الصغير والكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنين في كل أمر، ويعرض أمامهم قضايا الأمة والوطن في السلم والحرب، في فترة لا يحتاج فيها الناس إلى آراء الناس، فالوحي يتنزل بالحكمة وفصل الخطاب. التمثيل في مجلس الشورى هو نيابة عن المجتمع والأمة في مجلس الشورى، ومن أجل ذلك فإن الواجب على المنتخب أن يتحرى أن يكون اختياره لمن يرتضيه كفاءة وجدارة وأمانة وخلقا، حتى يمثله خير تمثيل، وحتى يكون اختياره له شهادة وتزكية منه لذلك المرشح، ليتمكن بعد ذلك هؤلاء الذين اختارهم الناس ليكونوا نوابا عنهم في مجلس الشورى من تحقيق المصالح للمجتمع ولعموم الوطن وللناس، ودرء المفاسد عنهم والمشاركة فيما أعطي مجلس الشورى من صلاحيات واختصاصات ومهمات تحقق بإذن الله بعد ذلك مع سائر المؤسسات والوحدات في الوطن البناء والتنمية والنهضة المنشودة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الشورى جزء من الإيمان ينضح بالمقاصد النبيلة والغايات الحميدة، ولا ينقطع خيره عن العالمين مهما طالت الآماد وتقدمت السنون، بل إن الخطأ فيه عندما تقرر الأغلبية رأيا لا ينسجم مع النتائج، ليس مدعاة إلى اللوم والتوبيخ، إنما هو فرصة للعفو والمراجعة والاستغفار. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لم ينعت القرآن الكريم الشورى إلا بكل خير، وفي كل موضع يؤكد على أن تكون منهجا للفرد والجماعة، بدءا بالأسرة حيث يتشاور الزوجان في فطام الرضيع، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، ثم المجتمع ثم الأمة في مصالحها العامة، وكله يطبع دلالة على أن مصائر الناس ومصالح الوطن ليست رأيا فرديا أو قرارا مستبدا، بل هي مشاركة في الرأي ومساهمة في البناء. إن تجربة الشورى في عمان كما أكدنا دائما تجربة ناجحة والحمد لله، جاءت متسقة مع مراحل النهضة، متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه، متطلعة إلى بناء الإنسان الواعي لحقوقه وواجباته، المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم. أدرك أهل عمان هذا المقصد النبيل، فاتخذوا من الشورى منهجا سياسيا يمدون به التواصل مع المجتمع الدولي، ومنهجا داخليا يسوسون به شؤونهم في مجالات الحياة، حتى اكتمل لديهم فقهه ومسائله، وأصبح نموذجا علميا وعمليا متقدما يتلائم مع صور الحياة ومتغيراتها، ويلبي حاجة الناس في مطالبها واختياراتها. وليست مشاهد اليوم وهي تشهد تدفق المواطنين على صناديق الاقتراع إلا نموذجا لهذا المشهد المألوف في ذاكرة الثقافة العمانية وفي تاريخها الممتد في المشاركة والبناء
منذ 1400 عام. وهكذا تظل الشورى مبدأ دين ومنهج وطن، حتى يستقر في النفوس أن كل لبنة تبنى وكل رأي يعم للمواطنين فيه نصيب المشاركة والبناء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل معكم مشاهدين الكرام هذه التغطية المباشرة لهذا العرس الانتخابي بعد زميلنا عبد الله الشعيلي. نستمر معكم في هذه التغطية المباشرة لهذا الفرحة الانتخابية وهذه الفترة الثامنة في نقل حي ومباشر على مستوى ولايات ومحافظات السلطنة. في القليل القادم إن شاء الله بنتجول في مجموعة كبيرة من المحافظات وكذلك الولايات لرصد حركة الناخبين ومرحلة عملية الانتخاب وكذلك الترشح، وأيضا في لقاءات مباشرة مع الزملاء والمراسلين. من عادتي دائما أدخل في صلب الموضوع، وننتقل دائما مباشرة مع زميلنا أنور الغريبي في محافظة مسدم لرصد الحركة الانتخابية هناك. تفضل يا أنور. حياك الله عبد الله، وعودة إليكم مشاهدين الكرام مرة أخرى من محافظة مسدم ومن ولاية خصب، وبالتحديد من مركز أبو بكر الصديق لانتخابات مجلس الشورى. وطبعا مثل ما ذكرنا، منذ فتح صناديق الاقتراع بدأت حركة المواطنين، أو بدأ المواطنون يحثون الخطى صوب صناديق الاقتراع لانتخاب من يرونه الأكفأ لتمثيلهم في مجلس الشورى في الفترة القادمة. يقف بجانبي سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي خصب رئيس لجنة الانتخابات للحديث عن يعني استعداداتكم في المرحلة السابقة. سعادة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. طبعا في ولاية خصب 4 مراكز انتخابية، وتم تجهيز هذه المراكز الانتخابية من قبل اللجان المنظمة لجنة التنظيم ولجنة التصويت منذ استلام هذه المراكز يوم الخميس 22/10. فلله الحمد اكتملت هذه الاستعدادات وأصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين. وفعلا في تمام الساعة 7 من صبيحة هذا اليوم اللي هو 25/10 فتحت هذه المراكز أبوابها للناخبين. فبدأ المواطنون ولله الحمد في هذه الولاية في مجاميع كبيرة، وهذا ما يسر النفس يعني لاختيار من يمثلهم في مجلس الشورى. سعادة الشيخ، ربما يعني جغرافية محافظة مسندم بالتحديد يعني يتحتم عليكم نوعا ما بذل جهد أكبر، والحديث ربما عن جزيرة ليما وجزيرة كمزار، نعم نيابة كمزار، كيف تعاملتم مع يعني الوضع الجغرافي لهاتين الجزيرتين؟ طبعا شكرا على هذا السؤال، ولكن هي نيابة ليما وقرية كمزار. في الحقيقة في قرية، في نيابة ليما موجود مركز انتخاب، وفي قرية كمزار كذلك موجود مركز انتخاب لخدمة جميع القرى البحرية. طبعا هذه المركزين ينفصلن عن الولاية، التواصل معهم فقط عن طريق الجو أو عن طريق البحر. فطبعا هذا يمثل تحدي في حد ذاته، ولكن بعزيمة الأخوة أعضاء اللجان بذلوا كثير من الجهد وتعاون كذلك من الجهات المعنية في الأمر، فمن ثم ذللت كل الصعوبات وفعلا فتحت هذه المراكز. طبعا تم إعدادها الإعداد الجيد وفتحت أبوابها للناخبين في تمام الساعة 7 من صبيحة هذا اليوم،
وبدأ المواطنون يمارسوا حقهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى. شكرا لك سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي خصب رئيس لجنة الانتخابات. ربما أستاذ عبد الله يعني الشيء الملفت والذي يدعو للإشادة يعني مشاركة كبيرة من فئة الشباب، رأينا الشباب يعني يتوافدون بشكل كبير، وهذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على يعني الوعي الكبير الذي وصل إليه هؤلاء الشباب لدورهم في يعني في 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 انتخابات مجلس الشورى والإدلاء بصوتهم لمن يرونه يعني هو الأكفأ، ونركز على يعني نقطة أن يكون المترشح أو الذي سيرشحون هو الأكفأ لتمثيل الولاية. كل الشكر لك يا أنور، ويعطيك العافية على هذه التغطية، وأيضا تأكيدا على مفهوم دور الشباب والملاحظة يمكن حتى في التغطية المباشرة من الساعة 7 صباحا نسبة الشباب ما شاء الله، وكذلك من الذكور والإناث، وفي نفس الوقت من الشيوخ وكذلك صغار السن، كل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تأكيد أو يعني وأرساه مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في هذا البلد المعطاء، وإعطاء دائما رسالة وافية وواضحة في كل خطاباته بدور الشباب وأهميتهم. احنا كذلك من خلال هذه التغطية المباشرة تلاحظون من خلال الاستوديو هذا الحي والمباشر هناك دائما نكون عندنا ضيوف للإدلاء بمجموعة من الآراء، وكذلك ما يشاهدوه من عملية الرصد الإعلامي. اليوم معي زميل ولكن في مجال الصحافة الأستاذ محمد بن رضا اللواتي، وهو صحفي بجريدة الرؤية. نقول لك صباح الخير ويا مرحبا فيك. مرحبا صباح عبد الله، وكل عام انت طيب، وشكرا على الاستضافه. وكذلك رئيس تحرير مجله الرؤيه، اهلا وسهلا فيك يا مرحبا. حياك الله، الله يعطيك العافيه. يمكن قبل ما ادخل في تفاصيل الجانب الاعلامي وكذلك رصد مثل هذه الانتخابات، من اللي شاهدته نقدر نقول حتى من امس ساعات نقدر نقول قبل الفجر، وفي كان حديث وشغف على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، واليوم من الساعه 7 صباحا واحنا في عملية تغطية مباشرة لهذا الحدث، رأيك في عملية ومتابعة هذا الحدث الانتخابي؟ بصراحة الأخ عبد الله هو يتجاوز الأمس، يعني من فترة تقول أسبوع ووسائل التواصل الاجتماعي داخلة في هذا الموضوع، نعم، والناس يتكلموا عن المرشحين وأهمية الانتخابات وجدواها، بالتالي ما بدأت من الأمس حقيقة. أنا أشوف أن هناك إقبال جيد جدا وتحضير غير مسبوق، ربما لأن المرحلة تتطلب الآن الدورة الجديدة ما مثل الأول، نعم، الأوضاع السياسية والاقتصادية تتطلب وعي جديد، نعم، وأظن هي تحتم على الناخبين أنه يكونوا فعلا موجودين في أماكن الاقتراعات، نعم. طبعاً يظل السؤال أنه هل الإعلام يكتفي بتغطية الحدث، نعم، تلفزيونياً أو صورة لنقول، نعم، أم يتجاوز هذا، نعم. أنا برأيي أنه الإعلام دوره أكبر، يعني ما يكتفي المفروض بنقل الصورة، نعم، إنما الحديث مع المواطنين والتقاط يعني همومهم ووجهات نظرهم، نعم، في هذا الموضوع، نعم، بيكون إضافة رائعة جدا للصورة. هنا يعني سؤال يطرح نفسه، احنا إن شاء الله بيكون عندنا كذلك ربط من خلال المركز الإعلامي بفندق الأنتر كونتيننتال، كصحفيين من شتى بقاع الأرض مشاركين في هذه التغطية، نعم، كإنسان ابن هذا الوطن وكصحفي كذلك متابع، كيف ممكن يكون لكم دور من خلال العبارات أو خلال المقالات الصحفية أو كذلك العناوين الصحفية لتعريف الناخب، لتعريف كذلك القارئ إن كان من داخل أو خارج السلطنة بهذا الحراك اللي نقدر نقول اللي أنا أحسه في السنوات الأخيرة في وعي انتخابي صار عند المتابع، حتى كردود أفعال، كمناقشات في جلسات الحوارية كذلك ما بين المرشح وكذلك الناخبي، كيف انه يوصل صورته برنامجه الانتخابي، كيف ممكن ترصدون هذه الافعال؟ هو الاعلام لو بدا شوي قبل وهو بادي قبل، نعم، يعني لو بدا وهو بادي انه يرصد لحظات تحديد شروط المترشح، نعم، بعدين هموم المواطن وليش المفروض هو يكون فعلا موجود في أماكن الاقتراع، نعم، أهمية هذا العمل إيش،
مع الأسف بعض الزملاء يعني عندهم جانب قاتم للموضوع. هم يرون بأنه مثلا مجلس الشورى المهام الموكولة إليه ما إلى هناك، فبالتالي نشوف أنهم شوي متراجعين أو يكتفون بأداء قليل. بس ما تحس هذا شيء إيجابي أستاذ محمد؟ باخذ تفاصيل بس من عندك. بعد ما تواصل مع زميلي سعيد بن الذيب الهنائي من محافظة شمال الشرقية لرصد كذلك الحركة الانتخابية هناك، نقول لك صباح الخير يا سعيد. صباح النور عبد الله، تحية صباحية جميلة لكم ولكل المشاهدين الأكارم. يا ليت تجعلنا في الصورة يا سعيد، والكلمة لك، تفضل. نعم عبد الله، الصورة هنا واضحة جدا في شمال الشرقية، تحديدا نحن في مدرسة الألباب، مقر المركز الانتخابي هنا في ولاية إبرة. منذ أن فتحت أبواب التصويت وفتحت الصناديق أمام الناخبين منذ الساعة 7، وقد مضى نحو ساعتين من ذلك الوقت حتى الآن، الناخبون حقيقة والناخبات في هذه الولاية مقبلون بفاعلية على صناديق الانتخاب، يدلون بأصواتهم من مختلف الفئات العمرية التي يحق لها التصويت قانونا، ومن مختلف شرائح المجتمع أيضا، شيبا وشبابا، رجالا ونساء. الصورة جميلة جدا هنا حقيقة في هذا المركز الانتخابي، مشاركة فاعلة للإدلاء بالأصوات وترشيح من يرونه مناسبا من بين 4 مرشحين عن ولاية إبرة. في ولاية إبرة سجل أكثر من 8000 ناخب في هذه الولاية، وبالتالي العملية تسير سيرا جيدا والانتخابات مستمرة. يمكن نقف بصورة أكثر قرب، يسعدنا أن يكون معنا حقيقة سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي إبرة، رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية. سعادتك نرحب بك معنا عبر هذا الربط المباشر عبر تلفزيون سلطنة عمان، ونحن ننقل الصورة الحية من هنا من المركز الانتخابي في ولاية إبرة. خلينا نتحدث بداية سعادتكم، كيف بدت الاستعدادات التي سبقت فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين؟ البداية أحب أن أشكركم أخي الكريم، وأشكر الأخوة الإعلاميين الذين ينقلون هذا الحدث الكبير بكل نزاهة وشفافية وموضوعية. والحقيقة بدأت الاستعدادات مبكرا في هذه الولاية من بداية اختيار الأعضاء الأكفاء القائمين على العملية الانتخابية، وحقيقة حاولنا أن جاهدين أن نختار من نتوسم فيهم النزاهة والدقة والموضوعية والكفاءة. جميل. طيب سعادتك، ما هي أبرز الجوانب التي حرصت اللجنة أن تكون حاضرة تنظيما وإدارة لتسهيل وصول الناخبين إلى المركز؟ في الحقيقة احنا بداية أهم شيء كان المقر الانتخابي، حاولنا أن يكون المقر الانتخابي سهل الوصول إليه، توجد في مثلا المواقف المركبات متوسط في الولاية، بحيث يكون ممكن للناخب أن يصل إليه بكل سهولة ويسر. طيب سعادتك، الآن وقد مضى نحو ساعتان من بدء التصويت أو من بدء الانتخاب، نلاحظ منذ الصباح ناخبون وناخبات مقبلون على هذا المركز للإدلاء بأصواتهم، أنتم كرئيس للمركز وكمتابع لهذه العملية برمتها، كيف تقرؤون المشاركة الفاعلة للمجتمع وإقبالهم على التصويت اليوم؟ أنا الحمد لله الإقبال جيد، وخاصة قبل الساعة 7 بدقائق الناخبون متواجدون أمام المقر الانتخابية، فبمجرد أن تم افتتاح الأبواب المركز للانتخاب بدأ الناس يدون بأصواتهم، ومثل ما أشرت أخي الكريم الحين مضت ساعتين وبعض الدقائق والإقبال جيد سواء من عنصر النساء أو عن عنصر الرجال. جميل. هل سجلتم أي ملاحظات أو إشكاليات ربما عاقت سير العملية الانتخابية، أم أن كل العملية برمتها تسير سيرا حسنا؟ العملية برمتها تسير فوق الأحسن والحمد لله، ولم يتم تسجيل أي ملاحظات أو أي شكاوي من أي كان. جميل. طيب سعادتك، اليوم المشاركة المجتمعية كيف تقرأها أنت من خلال الملاحظة أيضا مشاركة مختلف فئات المجتمع ومشاركة الشباب خصوصا في هذه العملية؟ أخي الكريم، هذا حقيقة عرس عماني، وإن إجاز لي التعبير أن أسميها عيد الأعياد،
فالكل مبتهج، الكل يدي بصوتي، الكل يحاول أن يتواجد إلى مقر الانتخاب. مع ملاحظة جيدة أنهم الأخوان الناخبين يعني لديهم ثقافة انتخابية وهم يساعدون على التنظيم. جميل. طيب سعادتك، بالنسبة لذوي الإعاقة هل وجدتم لهم تسهيلا معينا ليدلوا بأصواتهم بكل يسر وسهولة في هذا المركز؟ نعم أخي الكريم، هذا الموضوع تم ناقشته من قبل اللجنة الرئيسية لجنة الانتخابات في الولاية، وتم تهيئة وتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة. سعادتك كسؤال أيضا عن دور المرأة، نحن نعلم أنه في محافظة شمال الشرقية عموما لم تسجل المرأة حضورها كمرشحة، لكنها بكل تأكيد هي حاضرة كناخبة أو مصوتة للأعضاء الذين سيتم اختيارهم للمرحلة الثامنة، مرحلة انتخابات مجلس أعضاء مجلس الشورى. خلينا نتكلم سعادتك اليوم عن المرأة في ولاية إبرة تحديدا وفي شمال الشرقية بشكل عام، كيف تبدو مشاركتها في انتخابات أعضاء مجلس الشورى؟ صحيح أنه لم نلاحظ أي مترشحة في هذه الولاية، ولكن في ولاية إبراء من خلال تجارب سابقة ومن خلال معايشة الواقع، ما فقط في الانتخابات الشوروية أو المنتخبات الشورى فقط، وإنما في جميع المناسبات نلاحظ حضور متميز للنساء والمرأة في هذا الجانب في كل المجالات. شكرا جزيلا سعاد الشيخ. شكرا أخي الكريم. شكرا أحسن. إذن هذه هي الصورة عبد الله هنا في محافظة شمال الشرقية تحديدا في ولاية إبراء. العملية الانتخابية تسير سيرا حسنا، وولايات المحافظة الست أيضا تشهد إقبال متواصل من وفاعل من قبل أفراد المجتمع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة هنا في محافظة شمال الشرقية. كل الشكر لك سعيد، وتحياتي لفريق العمل المتواجد معك، ومن سعيد إلى محافظة البريمي وزميلنا منصور السعدي والرصد كذلك للحركة الانتخابية وكذلك الحركة الانسيابية بالنسبة للناخبين في هذه نقدر نقول الاحتفالية الانتخابية وهذه الثقافة الانتخابية اللي صارت عند المواطن في الفترة الثامنة. الكلمة لك يا منصور. صباح الخير وصباح الخيرات أيضا لكل الإخوة المشاهدين المتابعين لهذا البرنامج وهذا البث المباشر، والحديث بطبيعة الحال عن عمليات التصويت، العملية الانتخابية طبعا هنا في محافظة البريمي بولاية البريمي أيضا ولاية محضة وكذلك أيضا ولاية السرينة. الأمور تسير سير هادي منذ الصباح الباكر، توافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع الأربعة، ثمة أربعة مراكز اقتراع هنا في محافظة البريمي، مركزين في ولاية البريمي، مركز واحد في ولاية محضة والمركز الآخر في ولاية السنينة. عدد المترشحين بلغ 19 مترشحا بينهم امرأة واحدة. عدد الناخبين بلغ أكثر من حوالي 13500 ناخب منذ الصباح، وهم يأتوا إلى هذه المراكز ليدلوا بأصواتهم لمن يروا فيه الكفاءة، فيه أيضا المقدرة على توصيل أصواتهم إلى الحكومة عبر مجلس الشورى. يبدو هنا أيضا في محافظة البريمي تحديدا أن إذا الموجودين هنا من الناخبين من المترشحين لديهم أيضا قناعة بضرورة المشاركة والمساهمة في هذه العملية الانتخابية، لديهم أيضا قناعة كافية بأهمية هذه العملية الانتخابية وأيضا ضرورة الانتخاب بناء على الضوابط المتبعة. اللجان الموجودة طبعا هنا ومنذ الصباح الباكر وهي تعمل بكل طاقاتها بكل إمكانياتها كما هو مخطط لها، سواء كان لجنة التنظيم وهي اللجنة الأساسية في هذه الحركة حاليا، بالإضافة إلى اللجان الأخرى المساعدة.
مركز انتخابي آخر طبعا خصص أيضا للنساء قريبا من هذا المركز. تم اختيار هذه المراكز بعناية فائقة تراعي التواجد أو الكثافة السكانية لدى المواطنين، تراعي أيضا سهولة وصول المواطنين إلى هذه المراكز. طبعا تم وضع المراكز في الأماكن التي يمكن أن يكون لديها أيضا مواقف أو متسع كبير من المواقف. العملية سهلة بسيطة، تم إدخال أيضا وسائل التقنية الحديثة التي تساعد أيضا في سير العملية الانتخابية بكل بساطة، حتى أيضا الذين ربما لم يتمكنوا مثلا من تسجيل بطاقاتهم سابقا. الأمر طبيعي، الأمر سهل وميسر، بالإمكان أن يتم التسجيل ومباشرة يتوجه إلى صناديق الاقتراع. صباح طبعا ربما أيضا تابع الإخوة المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج وهذا البث، تم فتح صناديق الاقتراع أمام الجميع. كان هناك أيضا المترشحين قدموا إلى هنا، بالإضافة إلى مجموعة أيضا من الناخبين، وذلك لمتابعة والتأكد من أن الصناديق الموجودة كانت فعلا فارغة ولا تحتوي على أي شيء، وتم غلق هذه الصناديق على أعين وعلى متابعة وعلى مرأى المترشحين بأنفسهم، بالإضافة إلى مجموعة من الناخبين وكذلك أعضاء اللجنة وهي اللجنة الرئيسية. كان بودي أن يكون معي في هذا اللقاء سعادة الشيخ الدكتور والي ولاية البريمي، وهو أيضا رئيس اللجنة الانتخابية، لكن يبدو لأن سعادته لديه بعض الالتزامات وبعض أيضا الارتباطات، لذلك أكتفي الآن. أخوي منصور، إن شاء الله إحنا بنرصد معاك في وقت لاحق كل ضيوفك في هذا البث الحي والمباشر. مشكور لزميلنا منصور السعدي، ونرجع مرة ثانية إلى الاستوديو وضيفي الكريم الأستاذ محمد بن رضا اللواتي رئيس تحرير مجلة الرؤية. نقول لك صباح الخير مرة ثانية، وأرجع مرة ثانية يمكن السؤال اللي في إن من ناحية الثقافة الانتخابية، يمكن حتى هنا كلمة حق تقال في الإخوان في وزارة الداخلية والقائمين على انتخابات مجلس الشورى، أنهم حتى عملوا تطبيق إلكتروني خاص بالهواتف الذكية للتواصل مع الناس، إدلاهم بمعلومات أسماء المرشحين، حتى كذلك القوائم النهائية والقوانين وإلى ذلك. كذلك حتى الحين أنا كنت أتصفح شبكات التواصل الاجتماعي، من ضمنهم تويتر، في هاشتاج عمان تنتخب، وواصل تقريبا التفاعل فيه إلى 518 بس حتى هذه اللحظة. يعني هنا أنا هذا السؤال اللي يطرح نفسه، أن هنا صارت في ثقافة لدى الناخب، لدى المتابع، لدى الصغير وكذلك الكبير في هذه الحركة الانتخابية. وجهة نظرك كصحفي كيف ترصدها؟ هذا اللي احنا نريد نتكلم عنه. يعني بغض النظر عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى، هذا أمر آخر، لكن ثقافة الناخب جدا مهمة، انه هو يكون فاهم انه هذه عملية جدا مهمة انه يجي وينتخب. هنا تكون الأمانة كذلك في الصوت. بالتأكيد بالتأكيد، فيدل على هذا الإقبال اللي انت ذكرت الحين لك عبد الله، يدل على أنه بالفعل صاير وعي تجاه هذا الموضوع. لا شك هذا ما جاي من الفراغ. أكيد الناس اشتغلوا عليه، الإعلام اشتغل عليه، وزارة الداخلية، آخرين. فالآن عندنا فعلا وعي تجاه هذه العملية اللي هي عملية ديمقراطية 100%. وحقيقة نحن فخورين بها. الحمد لله. حتى لحظة من لحظة رص التغطية المباشرة، حركة الناس من أول الصباح، يعني كان الذكور وكذلك النساء، وإحنا في قاعد نتنقل بجولة من كاميرا البرنامج لتغطية هذا الحدث وهذا البث الحي المباشر. إحنا بيكون معنا في الجانب الآخر بالتحديد من محافظة جنوب الباطنة زميل محمد العلوي من ولاية الرستاق، اللي وضعنا في الصورة وكذلك أعطانا كذلك صورة توضيحية للعملية الانتخابية هناك. تفضل أستاذ محمد. أخوي محمد، مرحبا عبد الله. نعم هنا، نعم هنا في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، نحدثكم الآن من مركز الرستاق، أحد المراكز الموجودة هنا في ولاية الرستاق.
بدأت عمليات التصويت منذ الساعة السابعة صباحا، والحمد لله تسير الأمور بصورة طبيعية بانسيابية. هناك أيضا ما شاء الله حضور كبير من الناخبين في هذا المركز، طبعا 60 مترشحا في 14 مركز في ولايات محافظة جنوب الباطنة الست، وهناك إقبال حقيقة في مختلف ولايات المحافظة. تسير العملية بانسيابية. أيضا لنقف أكثر على سير عملية التصويت من خلال ضيفنا الدكتور خالد بن سعيد السعدي، مساعد رئيس لجنة التصويت هنا في ولاية الرستاق. دكتور صباح الخير. صباح الخير أخي محمد. منذ الساعة السابعة منذ أن فتحت الصناديق، وما شاء الله أنتم تتابعون عملية التصويت وحضور الناخبين، نتحدث عن هذه العملية الانتخابية، عملية التصويت منذ الساعة السابعة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. نعم، بدأنا منذ الساعة السابعة والإقبال جيد جدا، والحمد لله الأمور تمشي بانسيابية جيدة، وعملية التصويت مستمرة إلى الآن والحمد لله رب العالمين. نعم، أتحدث أيضا يعني مدى إقبال الناخب من كبار السن، أيضا من أبناء المجتمع في هذا المركز. هناك 4 مراكز في ولاية الرستاق. نعم، الإقبال جيد جدا، وجميع القاعات جاهزة للتصويت. توجد لدينا 6 قاعات، الأمور تسير بصورة طبيعية، جميع القاعات مستمرة من الساعة السابعة، بالإضافة إلى القاعات 6 للتصويت أيضا توجد قاعة احتياطية تحال لها الحالات من فيها إشكالية على سبيل المثال البصمة وخلافه. لاحظنا أيضا يعني مجموعة من كبار السن ما شاء الله، تم توفير أيضا عربات يعني دراجات خاصة أو كراسي خاصة عفوا لنقلهم إلى مراكز أو إلى القاعات. نعم، تم مراعاة هذه الفئات مثل كبار السن، تم توفير كرسيين من الكراسي المتحركة تنقل هذه الفئات مباشرة إلى قاعات التصويت، طبعا بعد استئذان الأخوة اللي هم في قاعة في الانتظار، والحمد لله الأمور جيدة. تحدث أيضا يعني أنتم متواصلين حتى الساعة السابعة مساء، وأيضا تستقبلون، هل رصدتم يعني بعض الحالات التي تحتاج إلى مثلا إلى مساعدة إلى تعاون من خلال يعني وجودكم من الصباح الباكر؟ الحمد لله بتستمر الأمور إلى عملية التصويت إن شاء الله إلى السابعة مساء. إلى الآن جميع الأمور جيدة، جميع الحالات، الحاسب الآلي، جميع كل شيء طيب، وإن شاء الله بنتابع إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وبإذن الله الأمور يعني يكون جيد إن شاء الله. إذا دكتور خالد بن سعيد السعدي، مساعد رئيس لجنة التصويت بولاية الرستاق، شكرا لك دكتور. شكرا أخي محمد. إذا أخي عبد الله، هنا في محافظة جنوب الباطنة تسير عملية التصويت في الولايات حقيقة ست بصورة انسيابية، بصورة طبيعية كما تشاهد، يعني ما شاء الله مجموعة من يعني من المواطنين، مجموعة أيضا من الذين جاءوا ليصوتوا هنا، تسير بصورة طبيعية، بصورة يعني وسط أيضا تسهيلات، وسط أيضا إجراءات يعني منظمة من قبل أيضا لجنة الانتخابات. كل الشكر لك يا محمد. هناك إقبال جيد، وعودة لكم أخي عبد الله. ما قصرت يا محمد، يعطيك العافية على هذه التغطية، وكذلك تحياتي للزملاء الموجودين معك. زميلنا منصور السعدي بنرجع له إذا كان ضيفه موجود معه ليعطانا كذا بعض التفاصيل. الكلمة لك يا منصور، تفضل. الكلمة لك يا منصور، تفضل. إذن شكرا لكم. كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء، ونعتذر طبعا على الانقطاع الذي حصل بسبب بعض الأعمال الفنية التي ربما أثرت على وصول الصورة في اللحظة الأخيرة لحديثنا عن المراكز الانتخابية هنا في محافظة البريمي، وكما ذكرنا عن الأربعة مراكز الانتخابية الموزعة طبعا بناء على يعني بعض النظم التي تمت مراعاة فيها الكثافة السكانية، تمت أيضا مراعاة فيها سهولة وسلاسة الوصول من قبل المواطنين إلى هذه المراكز. تحدثنا أيضا في الوقفة الأولى سابقا عن سير العملية التنظيمية، وربما أن لقائي حاليا بسعادة الشيخ الدكتور والي ولاية لبريمي وهو رئيس لجنة الانتخابات هنا. سعادتك، نتحدث عن سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر في جميع ولايات محافظة لبريمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حقيقة بدت العملية الانتخابية في صباح هذا اليوم بعد أن تم إغلاق الصناديق مباشرة. بدأ تدفق الإخوة الناخبين، والمركز حقيقة مجهز بكافة وسائل اللي هي المعينة، سواء كان من حيث التقنية أو من حيث الكادر حقيقة الذي يعمل معنا في العملية الانتخابية في لجنتي التنظيم والتصويت. وبلا شك حقيقة يعني منذ الدقائق الأولى، منذ الساعة 7 ونحن الآن حتى الساعة 9، الأمور تمر سير حسن كما هو مخطط لها، وهناك انسيابية شديدة وهناك في ارتياح وما يثلق الصدر. نرى حقيقة منذ الدقائق الأولى أفواج من الإخوة الناخبين تتدفق إلى هذا المركز للرجال، وكذلك على مقربة من هذا المركز مركز آخر وهو للإناث. كلا المركزين يعملوا بكل سلاسة، وأيضا هناك حقيقة لمسنا حرص شديد من قبل الناخبين من أبناء هذه الولاية العريقة، وحرصهم الشديد على المشاركة في هذا العرس الوطني، وعلى أساس أن تكون لهم حقيقة بصمة في عملية اختيار المرشح الأكفى من وجهة نظرهم. وهذا يدل على صحوة ثقافية انتخابية لدى أهالي هذه الولاية، وهذا سهل علينا أيضا حقيقة لجان التنظيم والتصويت، يعني الأعضاء فيها يعني مرتاحين لأنه الناس واعية وأصبح لديهم ثقافة انتخابية طيبة، وما في حقيقة هذه الحاجة الماسة لعمليات التوجيه ولا التنظيم. الكل حقيقة منظم، والكل أيضا عارف هو مقدم إذا كان يحتاج إلى تثبيت النظام في بطاقته. الوحدة موجودة من قبل الأحوال المدنية، يتجهوا من تلقاء نفسهم ومن ثم إلى قاعات التصويت. وفي هذا المركز حقيقة لدينا 13 قاعة تصويت، وهذا العدد الكبير من القاعات هو اللي أدى إلى عدم الازدحام وأدى إلى الانسيابية وحقيقة أيضا الأريحية بالنسبة للإخوة القائمين على العملية الانتخابية في كلا اللجنتين. وكذلك كنا قبل قليل في مركز التصويت إناث، وأيضا تشرفنا بلقاء بعض الإخوة من حقوق الإنسان، وأيضا أبدوا حقيقة يعني إعجابهم وبالتنظيم، وأشادوا حقيقة من خلال ما تابعوا إنه العملية تتم بسلاسة وبيسر، ونأمل أن تستمر هكذا حتى الساعة 7 مساء بإذن الله. سعادتك، من خلال اقترابك، من خلال تواصلك أيضا مع الناخبين، مع المترشحين على حد سواء، دعنا نتحدث عن القناعة التي وصل إليها المواطن العماني فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. بلا شك أصبح المواطن، وخصوصا نتحدث عن الناخب، في ثقافة كبيرة وفي حرص شديد إنه يكونوا مشاركين على الأقل في صنع التنمية التي يقودها مولانا حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية وطول العمر. فأحس المواطن أنه هو بانتخابه العضو المناسب هو شريك في صنع هذه التنمية وشريك في هذا التطور الذي تشهده حقيقة كل المحافظات، وأنا أخص بالذكر محافظة البريمي وعلى وجه الخصوص ولاية البريمي التي تشهد حقيقة منذ فجر النهضة المباركة طفرة تنموية هائلة بفضل التوجيهات الرشيدة لحكومتنا الرشيدة. وهذا يأتي حقيقة دليل كبير على حرص المواطن أنه يكون متواجد مثل هذه الأعراس الوطنية. وحقيقة اليوم الكل يأتي والابتسامة العريضة مرسومة على شفتيه، وهذا واضح من خلال وجود أيضا المواطنين والناخبين هنا. نشكرك جزيل الشكر سعادة الشيخ الدكتور والي ولاية البريمي على هذا الإيضاح. أيضا هكذا هي صورة هنا كما تابعناها من خلال آلة التقاط الصور، من خلال أيضا لقائنا بسعادة الشيخ الدكتور والي ولاية البريمي.
كل الشكر لك يا منصور ويعطيك العافية، وتحياتي كذلك الفريق العمل المتواجد معك. احنا اليوم ما شاء الله تبارك الله في رصد على مستوى المحافظات وولاية السلطنة لنقل هذه الفرحة الانتخابية والمستوى العالي في عملية الانتخاب وكذلك الانسيابية، والحمد لله واضح هذا كذلك من الخبرة التراكمية اللي مرت بها السلطنة على الفترات السابقة. ولاية نزوة في محافظة الداخلية، وزميلنا أحمد المعمري، والكلمة لك يا أحمد، تفضل. تحية صباحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام في هذا اليوم الوطني، هذا اليوم البهيج. هنا منذ الساعة 7 صباحا بدأ الناخبون بالتوافد على مختلف قاعات المركز الانتخابي، هنا تحديدا بمركز البشير بن المنذر للتعليم الأساسي. هناك ما يقارب 13 قاعة، وجميع القاعات ما شاء الله عليها إقبال كبير من قبل الحضور، أيضا من قبل الناخبين. هناك إقبال واضح وصريح من قبل الأهالي هنا والمواطنين للمشاركة في هذا اليوم الانتخابي الوطني. للتعرف أكثر على سير العملية الانتخابية هنا في ولاية نزوة، ينضم معنا الدكتور صالح بن سيف الهنائي، رئيس لجنة التصويت بولاية نزوة. دكتور صباح الخير، ولو تحدثنا وتحدث المشاهدين الكرام عن سير العملية الانتخابية هنا. صباح الخير وصباح فرحة وطن أخي أحمد. وحقيقة تشهد ولاية نزوة اليوم فرحة عارمة في انتخابات مجلس الشورى في 2015، وحقيقة لدينا مركزين انتخابيين في نزوة وفي الجبل الأخضر. في هذا المركز حقيقة يوجد به 13 قاعة، 5 قاعات للنساء و8 قاعات للرجال، و جميع القاعات هيك تشهد إقبال كبير، وهناك سهولة ويسر في عملية الانتخاب. وحقيقة هناك يعني تبكير من قبل الناخب من الصباح الباكر، حيث فتحنا الأبواب الساعة 7، وكان هناك مجموعة من الناخبين بدأوا في إدلاء بأصواتهم، والعملية تستمر بكل يسر وسهولة. دكتور، ذكرت أن هناك مركزين انتخابيين في ولاية نزوة، الأول هنا في مدرسة البشير بن المنذر، والمركز الثاني في مدرسة ربوع الجبل بنيابة الجبل الأخضر. لو تحدثنا أيضا عن سير العملية الانتخابية أو عن المركز الانتخابي الموجود في الجبل الأخضر. نعم، المركز الانتخابي الآخر موجود في مدرسة ربوع الجبل بنيابة الجبل الأخضر، وحقيقة به 7 قاعات، 5 قاعات للرجال وقاعتان للنساء، وايضا بداوا من الصباح الباكر منذ الساعه 7، والعمليه تسير بكل يسر وسهوله، وايضا اقبال ممتاز على التصويت في تلك القاعات، ولا توجد اي ازدحام او اي عرقله لسير الانتخابات. دكتور، كيف يتم التواصل بينكم وبين المركز المتواجد في الجبل الاخضر؟ نعم، هناك يوجد مساعد لرئيس لجنه التصويت في الجبل، وهناك تواصل مستمر لحل اي اشكاليه، وايضا للاطمئنان على سير العمليه. وحقيقة الأمور تسير بكل يسر وكل سهولة. هنا ذكرت أن توجد قاعات خاصة وحالات خاصة، هل واجهتم حالات خاصة خلال هذه الفترة؟ وهل أيضا هناك ملاحظات أو صعوبات واجهتكم منذ سير العملية حتى الآن؟ نعم، توجد قاعات احتياطية في كل من القاعات الرجالية والقاعات النسائية، وحقيقة هناك بعض الإشكالات وهي حالات محدودة بعدم تسجيل في المقر الانتخابي، وتم توجيههم إلى الوحدة المتنقلة في المركز، وايضا هناك بعض الحالات التي لم تسجل في السجل الانتخابي، فتم ايضا اعتذار عن هؤلاء. ما باقي الحالات فهي حالات عاديه، وكانت هناك يسر في التصويت. لاحظنا هناك يعني بعض الملاحظات او التواصل بين المواطن وبين اعضاء لجنه الانتخاب، منهم من يريد التصويت باكثر من شخص، وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات؟ نعم، هناك آليه خاصه لدى اعضاء لجنه التصويت في حاله انه الناخب ليس لديه يعني وضوح في عمليه التصويت، يتم توجيهه بطريقه يعني واضحه، ثم التاكد من قبل عضو اخر في الشخص الذي تم انتخابه. شكرا جزيلا دكتور. إذا تعرفنا أعزائي المشاهدين على السير العملية الانتخابية هنا في ولاية نزوة منذ بدايتها وحتى الساعة. شكرا لك يا أحمد، يعطيك العافية، وتحياتي لك ولضيفك الكريم. ونرجع مرة ثانية إلى الاستوديو وضيفي الكريم الأستاذ محمد بن رضا اللواتي، وهو رئيس تحرير مجلة الرؤية. نقول لك صباح الخير مرة ثانية. أنت مشاركنا اليوم في عملية هذه التغطية ورصدها كذلك. تشريف لك عبد الله. الله يخليك، تسلم. يعني هاي شيء جميل أن كذلك يكون للصحفي أنه متابع ويشوف الحركة اللي قاعد يصير فيه مع زملائه في المجال وفي مهنة أخرى. في حقيقة أنا يعني الحين أسمع هذا كله مرتاح جدا. الحمد لله.
أشوف تغطية رائعة وبعدين الإقبال ممتاز جدا. ممتاز. نعم. زين قلم الصحفي هنا إلى أي مدى مهم في عملية توسعة المدارك بالنسبة للناخب، كذلك بالنسبة للمترشح، بالنسبة كذلك المتابع القارئ؟ بالنسبة لكم أنتم كيف ممكن يكون لكم دور من خلال عنوان أو منشد كذا أو مقالة تحليلية قبل مثلا نقدر نقول كانت بالأمس أو أول أمس؟ جدا مهمة. جدا مهمة، لأنه الإقبال على المقالات القصيرة تحديدا لك نعم. عبد الله كبير، والمتابعين للمقالات على الويب سايت جدا عددهم كبير. نعم. وهذا يشجع على أنه تكون هناك أقلام بالفعل ترصد هذه الظاهرة وتكتب فيها يعني وتقدم أشياء بحيث الناخب يتشجع. نعم. وبالفعل ينطلق في عمله. نعم. فمن خلال رصد ما يعني شامل لكن جيد لا بأس به. نعم. كانت هناك مقالات جيدة بس نعم. ما توصل للحد اللي احنا نطمح فيه. نعم. ولكن الأمر ما انتهى. يعني من بالإمكان أنه هذه التوعية تستمر. نعم. ولازلنا نطلب أنه تكون هناك مقالات جميلة ومنشط وعناوين بارزة بحيث تغطي هذا العمل وتكون دافع للناخب أنه يستمر في حمل هذا الهم. نعم. يمكن تشاركني الرأي كإعلاميين مثل هذه الأحداث وهذه يعني يكون يعني مصدر زخم بالنسبة لأي شخص إعلامي كان في مجال الإذاعة، تلفزيون، صحافة، كان كذلك إعلامي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. في كم كبير من الصحافة العالمية كانت عربية شقيقة من دول صديقة آتية لرصد هذا الحدث. نعم. وسماء أسلف سابقا إن شاء الله بيكون عندنا ربط مباشر من مركز الإعلامي وتبادل وجهات النظر، النقاشات اللي كانت نقدر نقول من أمس إلى اليوم، التواصل ما بينكم أنتم كصحفيين، أبرز العناوين اللي تذكر ما بينكم. أهمية الانتخاب، يعني إيش اللي يدعو المواطن أنه يروح فعلا وينتخب. زميل إلي قابل مجموعة من الصحفيين من أوروبا على الكورنيش البارحة. شافوه وكلموه. قالوا له أنت بتروح بكرة على استنتخب؟ فقال إيه. كان التركيز منهم على هذا السؤال. إيش الدوافع اللي تدعوك أنك تشارك؟ ممتاز. بالفعل هم كانوا أيضا يثنون على كلامه لما يقول بأنه هذه التنمية وأنا رايح يعني أشارك في عملية تنمية حقيقية. وكانوا يشوفون أنه هذا إجابة مقنعة بالنسبة لهم. حلو. أي نعم. حلو. أي. حلو كثير. إحنا بنكمل حوارنا معك أستاذ محمد، ولكن عندنا ربط مباشر آخر إلى محافظة الظاهرة وبالتحديد إلى ولاية عبري وزميلنا عبد العزيز العجمي. نقولك صباح الخير والكلمة لك يا عبد العزيز. صباح الخير أخي عبد الله، وتحية متجددة لكم من محافظة الظاهرة وبالتحديد من ولاية عبري. أنا حقيقة أغتبطكم اليوم، أغبطكم على هذا التطواف في جميع محافظات السلطنة مع الزملاء هناك. حقيقة بدأ الناخبون منذ ساعات الصباح الأولى بالتدفق إلى مراكز الانتخابات في جميع ولايات محافظة الظاهرة بعد أن أعلنت اللجان الانتخابية جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين، وعددهم تقريبا 33 ألف ناخب مسجل في سجل انتخابي في محافظة الظاهرة. ينتخبون 4 أعضاء كما تعلمون من بين 38 مترشحا، وكما تعلمون سلفا أن ولاية عبري يمثلها عضوان وعضوان آخران من ولاية ينقل وضنك. إذن الاستعدادات هنا قائمة على قدم وساق والأمور تجري بانسيابية. أستثمر هذه اللحظات ليكون معي الفاضل علي بن عبد الله الحبسي رئيس لجنة التصويت في ولاية عبري. صباح الخير أخي علي. صباح الخير يا حبيب العزيز، حياكم يعطيكم العافية. حقيقة من خلال تجوالكم لمراكز الانتخابية هنا في ولاية عبري وأيضا بحكم الخبرة التراكمية لهذا العمل معك أخ علي، كيف تسير عملية التصويت وما حجم الإقبال اليوم؟ شكرا أخ عبد العزيز. بداية طبعا نبارك للشعب العماني هذا الحدث الوطني الهام،
وولاية عبري أسوة ببقية ولاية السلطنة اتخذت كافة الإجراءات الاستعدادية لاستقبال هذا الحدث الوطني المهم من جميع الجوانب، من حيث تهيئة القاعات وتدريب العاملين على هذه المراكز وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية لنجاح العملية الانتخابية. كما هو معلوم طبعا ولاية عبري يوجد بها 4 مراكز انتخابية ويوجد بها 40 جهاز انتخابي، وبالتالي موزعة على 4 مدارس في مختلف أرجاء الولاية. لله الحمد والمنة من خلال تجوالي من الصباح الباكر من صبيحة هذا اليوم، الإقبال طبعا بدأ من ساعات الصباح الباكر، حيث أقبل الناخبون من مختلف الأعمار ومن الجنس من الرجال والنساء على مختلف المراكز الانتخابية، ولله الحمد اشتغلت كل المراكز بكل سهولة ويسر، ولا يوجد ما يكدر صفو العملية الانتخابية في كافة المراكز الانتخابية في ولاية عبري. يعني قد يتساءل المشاهد أنه لا توجد طوابير في هذا المركز للناخبين، خلينا أيضا نوضح الصورة وإلى ما يعزى هذا الأمر. الحقيقة فعلا ملاحظتك في محلها أحب العزيز، طبعا هذا يعزى لله الحمد أن ولاية عبري توجد بها مراكز انتخابية يعني متميزة من حيث أعداد المراكز وأعداد الأجهزة الإلكترونية مقارنة بتعداد السكان، حيث المدرسة التي نحن بها الآن يوجد بها 14 صندوق وجهاز وقاعة انتخابية، وبالتالي العدد التناسبي بين عدد الناخبين وعدد المراكز والقاعات ويؤدي لا توجد يعني فائض من الناخبين حتى يتم إجلاسهم في الكراسي المخصصة، وفي انسيابية ومرونة، يعني على طول الناخب من أول ما يدخل القاعة على أحد القاعات 14 الموجودة، وبالتالي هذا يؤدي إلى عدم وجود أي تكدس على القاعات. إذن جهود تشكرون عليها، أتمنى لكم التوفيق في الساعات القادمة إن شاء الله لتزايد عدد الناخبين إن شاء الله في المحافظة بشكل عام. مشكور أحب العزيز وشكرا على هذه التغطية الفعالية وأتمنى لكم التوفيق. شكرا. إذن كثرة العدد الكافي من القاعات وكثرة أيضا الصناديق، هذا هو السبب اللي يجعل أكثر انسيابية، ويكاد تكون يعني الطوابير يعني تمضي قدما وبشكل سريع جدا الى صناديق الاقتراع. اضف الى هذا ان القاعات او المراكز الانتخابيه المشتركه توجد بها مداخل ومخارج للرجال واخرى ايضا مداخل ومخارج للنساء. اذا دعوتنا نؤكد على ان كل الامور تجري بشكل ممتاز منذ ساعات الصباح الاولى، وندعو الناخبين الى الاقبال الى مراكز الانتخاب في محافظه الظاهره بشكل عام. وكما قلنا اللجان الانتخابية هيئت كل سبل الاستعداد ليتقدم الناخب ويدلي بصوته بكل أمانة وبكل أيضا أريحية، وندعوهم خلال الساعات القادمة أيضا للإقبال أكثر وأكثر. شكرا يا عبد العزيز، يعطيك العافية وتحياتي لك. ومن عبد العزيز إلى ولاية هما بالتحديد في محافظة الوسطى وزميلنا خليفة شماخي. صباح الخير يا خليفة. خليفة عبد الله صباح الخير. عبد الله يا مرحبا فيك، ضعنا في الصورة يا خليفة. نحييكم أيضا من ولاية هيمة. ولاية هيمة أخي عبد الله كسائر. شكرا عبد الله. شكرا عبد الله. مشاهدي الكرام لازلنا نتواصل معكم من هنا من ولاية هيمة عبر هذا الربط المباشر لنقل وقائع انتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة. أخي عبد الله، ولاية هيمة كسائر الولايات المواطنون توافدوا منذ الساعة الأولى ليوم هذا الانتخاب للإدلاء بأصواتهم لمن يرونه مناسبا للفترة القادمة. للحديث أكثر حول سير العملية الانتخابية هنا في ولاية هيمة، يسرني بأن ينضم معي سعادة الشيخ محمد بن شهاب البلوشي والي هيمة ورئيس اللجنة. سعادتك كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة ولاية هيمة هي إحدى ولايات السلطنة بمحافظة الوسطى، استعدت لاستقبال هذا اليوم، اليوم الوطني والذي سوف ينتخب فيه أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. منذ الصباح توافدنا إلى مركز الانتخاب، عندنا فضيلة الشيخ القاضي ورؤساء اللجان والمترشحين، وذلك لفتح
الصناديق والتأكد من خلوها من أي مشغولات أخرى. بعد ذلك تم المترشحين إدلاء بأصواتهم ثم مغادرتهم مركز الانتخاب. بعد ذلك استقبلنا الناخبين من رجال ونساء، كان وصولهم مبكرا وكنا في استقبالهم، واللجان المنظمة لانتخابات مجلس الشورى متواجدين. وتم وصول الناخبين إلى قاعة الانتخاب التصويت، وصلوا بكل سهولة ويسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، ونتمنى من الناخبين أن ينتخبوا العضو الذي هم يقتنعون فيه. يجب أن يكون عند الناخب أو الناخبة قناعة تامة من الشخص الذي سوف يمثلهم في هذه الولاية. حقيقة الكل يدرك، ونحن في عمان قطعنا شوط كبير في الانتخابات للشورى، ومولانا حضرة صاحب الجلالة خطاباته واضحة التي هي تتكرر من خلال 6 تلفزيون حفظ الله جلالة السلطان. نحن نقول أنه هذه أمانة، ويجب هذه الأمانة أن تؤدى بكل إخلاص. شكرا سعد الشيخ، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أخ عبد الله، مثل ما استمعنا إلى سعادة الشيخ رئيس اللجنة، هكذا تسير الانتخابات هنا في ولاية هيمة بكل سهولة ويسر، وما زال الناخبين والناخبات يتوافدون إلى المركز للإدلاء بأصواتهم. كل الشكر لك يا خليفة، تحياتي لك وضيفك الكريم. وأيضا نبقى الآن مع لقطات من ولاية الدقم لعملية الانتخابية زي ما هي واضح من خلال الشاشة، عملية كذلك يعني بالتحديد هذه الولاية العريقة من محافظة الوسطى، انسيابية تامة في عملية الانتخاب ووضعها في صندوق الاقتراع، وإن شاء الله نتمنى التوفيق شيبا وشبابا. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني شيابنا الله يعطيهم الصحة والعافية، أكثر حرصا كذلك في عملية التفاصيل والسؤال كذلك في كيفية عملية الانتخاب، وكذلك إذا عندهم أي استفسار. زي ما لاحظنا من خلال هذه الصور وكذلك التغطيات المباشرة من بداية الصباح الباكر، مدى الوعي وكذلك الانسيابية وكذلك سهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع، وهذا يعني الواحد يجب عليه الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وايضا الحمد لله على هذا الرقي في كيفيه المعرفه وكذلك المعلومات. نرجع مره ثانيه الى ضيفنا العزيز الاستاذ محمد بن رضا اللواتي، رئيس تحرير مجله الرؤية. وزي ما لاحظت ردود الافعال ان كان من مراكز الاقتراع كذلك الزملاء المراسلين، كلهم يعطونا نفس الصوره ان الحركه انسيابيه، ما في هناك ازدحام، ما في ضياع للوقت، باين ان العمليه ما تاخذ الا دقائق. هنا يمكن السؤال اللي يطرح نفسه، وممكن بشتق من السؤال اللي ذكرته قبل شويه، ان لماذا انا انتخب؟ ولماذا اخترت هذا المرشح بالذات؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه، مدى الوعي نقدر نقول كراصد صحفي ومتابع كجانب اعلامي. الاخ عبد الله، سؤال جدا مهم. ويبدو لي ان المواطن الان بدا يدرك انه جلب صوت المواطن الى مقر او الى مكان صناعه القرار هو الدافع الاكبر. يعني ايش اللي يخليني بالفعل يعني اطلع الصباح واروح الا اذا انا فعلا احمل اعتقاد انه هناك اهميه كبيره انه صوت المواطن يصل الى مكان صناعه القرار. انا اعتقد ان هذا هو الطموح الاساسي وهذا هو الدافع. وكم من مقال، نرجع الى المقالات واهميتها والتحليلات اللي كانت تقدم والوعي اللي تبث، كانت قائمه على هذا المبدا إنه هذه العملية بالنتيجة عاجلا أم آجلا هي عبارة عن جلب صوت المواطن إلى مكان صناعة القرار. ممتاز. وهذا شيء جدا مهم وجدا رائع حقيقة. ممتاز. كل الشكر لك أستاذ محمد. الآن ننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى وزارة الداخلية، وفي الجانب الآخر زميل خالد الزجالي، نقول لك صباح الخير.
ابو محمد، احنا بنلتقي معك ان شاء الله في رصد مباشر من خلال هذه التغطيه. يعني احنا اليوم بتلاحظون ان قاعد تجول على مستوى المحافظات وكذلك الولايات لنقل لكم عزيزي المشاهد قاعد اللي قاعد يتابعنا لكل نقدر نقول الحركه الانتخابيه الانسيابيه. في نفس الوقت بنتجول من مركز الاعلامي كذلك لرصد الجوانب الاعلاميه. عمليه الاستاذ محمد يعني مشاهده المشاهد لهذه الانتخابات ان كان على مستوى ولايته ان كان على مستوى ولايه ثانيه او محافظات من خلال شاشات التلفزيون الاستماع الاذاعي، ودي اسمع اجابتك في هالجانب. جدا مهم سيكولوجيا هذا يدفع اولا الى انه إذا بعده ما رايح فيروح وينطلق ويشارك المواطنين وإخوانه في الولاية، وشيء ثاني أنه يحس بالراحة أنه قدم عمل جميل، وأيضا العمل مغطى بشكل جيد جدا من قبل الإعلام ومن قبل التلفزيون. هذا شيء أنا أحس أنه رائع جدا له. إذا إلى زميلنا خالد زجالي في وزارة الداخلية، تحية لك يا أبو محمد، تفضل. صباح الخير خالد. إلى ما يجهز زميلنا خالد زجالي، لأن أيضا هناك بيكون معنا كذلك لقاء، حبينا بس نصبح عليه في البداية ونتعرف كذلك عن عملية اللجان هناك وكذلك التحديث وكذلك بالنسبة للمعلومات الأخيرة اللي واصلة عندهم. أرجع مرة ثانية كذلك معك أستاذ محمد، في نفس الوقت حتى المرحلة الانتخابية الحين فترة الصباحية فترة الظهيرة كثير قاعد يقولون عليها أنها بتكون فيها نسبة أعلى بالنسبة للناخبين، فترة المساء كذلك. متابعة الناخب اللي قاعد يتابعنا الحين من خلال الشاشة هنا يحمل المسؤولية أني أنا قبل ما أوصل إلى صندوق الاقتراع لازم بالفعل اختياري للمرشح يكون مبني على بالفعل أنه أو شيء عمان، هذا الوطن الغالي، مكتسباته من ناحية اقتصادية تجارية كذلك ثقافية فكرية. إلى أي مدى تحس الناخب عندنا يرصد هذه الجوانب ويتابع هذا الناخب المرشح الفلاني إنه والله برنامج الانتخابي يعتمد على النقاط التالية فأنا ضروري أني أرشحه؟ كان الحديث في هذا المجال لأخ عبد الله قبل شهر تقريباً، أنه ما مفروض تكون القبيلة أو التكتل الاجتماعي أو أمثاله تكون أسباب ودوافع للانتخابات، لا. صناعة التنمية في الوطن هذا هو العنوان البارز الأساسي والدافع الأكبر. أنا يبدو لي أنه مجموعة من المرشحين كانوا يحاولوا يكونوا في هذا الإطار فيقدموا برامج تركز على اللي عندهم مشاريع لأجل هذا. نعم. فرجائي أنه أغلب المواطنين فاهمين هذا الموضوع. نعم. وربما هناك من لا يزال يعني يحتاج أنه يعيد النظر لأسباب انتخابه، وهذا أمر طبيعي. ولهذا السبب إحنا نكرر نقول دائما صوتك أمانة. والكلمة مرة أخرى لزميلنا خالد الزجالي في وزارة الداخلية، نقول لك صباح الخير. صباح الخير ابو محمد. حاليا زميلنا خالد زجالي في وزاره الداخليه وهي محطه من محطات هذه التغطيه المباشره لهذا البث الحي والمباشر، كما تنقلنا بولايات السلطنه ومحافظاتها المختلفه. سيكون عندنا محطه كذلك لوزاره الداخليه لاجراء لقاءات هناك، بالاضافه الى مركز الاعلامي بفندق الانتر كونتيننتال، كذلك هناك مجموعه من اللقاءات الصحفيه والاعلاميه مع الزملاء. زي ما تلاحظون
مشاهدينا الكرام، من بداية هذا البث الحي والمباشر قاعد نتجول من ولاية إلى ولاية، من محافظة إلى محافظة، وذلك لرصد العملية الانتخابية في كل ولاية على حدة. بالمجمل الحمد لله الحركة انسيابية والعملية الانتخابية تجري على قدم وساق من الصباح الباكر، ونقدر نقول بكافة شرائح المجتمع، والمشاركة إن شاء الله بالمزيد في الساعات القادمة. زميلنا خالد إذا جاهز نقولك صباح الخير. صباح الخير عبد الله. تحياتي لك يا ابو محمد، وتحياتي لفريق العمل المتواجد معك. شكرا لك، وتحيه ايضا للزملاء اللي بادين اليوم من الصباح الباكر اذاعيا وتلفزيونيا لنقل هذا العرس الانتخابي الجميل. اليوم وانا اسمعكم واشاهدكم ترددوا ان العمليه بسلاسه وبسهوله، وهذا واقع الحقيقه. الامور طبيعيه وعاديه في كل المراكز اللي معدة لهذا الأمر، تقريبا 107 مراكز لتسهيل عملية التصويت. عبد الله، عملية التصويت لا تستغرق تقريبا أكثر من دقيقتين لسهولة هذا الأمر والتجهيزات وأيضا الاستعدادات المبكرة لهذا الأمر. اليوم أكثر من 600 ألف ناخب يختارون 85 عضوا من بين 590 مرشحا. اليوم اختيارنا لعمان، وهذا ايضا ما اكد عليه مجموعه من الاخوه والاخوات اللي التقينا بهم في مراكز كاميرتنا او ايضا من خلال ميكروفون الاذاعه، ان الصوت لعمان، وكلنا الحقيقه هذا هو هدفنا وهذا هي رسالتنا. وكان هناك نوع من التنبيه لهذه المسألة من خلال كثير من الندوات، وهذه تجربة كثير جميلة ورائعة في أكثر من محافظة في أكثر من ولاية، بالإضافة إلى الوعي اليوم لدى الناخب بشكل كبير بأن يكون الاختيار لأجل عمان ولصالح عمان. إذن المسألة منذ الصباح الباكر من الساعة 7 صباحاً تسير بشكل طبيعي وسهل وميسر بمشيئة الله، وفي هناك تزاحم كبير نتيجة هذا الوعي الكبير اللي وصل الحقيقة للناخب، رجال ونساء وشيوخ وكبار وصغار، الكل ذهب إلى هناك للإدلاء بصوته. كل الشكر لك زميلنا خالد الزجاجي. احنا معكم في وزارة الداخلية، هذا الآن اللجنة الرئيسية بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. هذه اللجنة برئاسة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة. الحقيقة تنعقد الآن وقائمة بدور رائع لمتابعة ما يتم في المراكز في مختلف المحافظات والولايات. إذن الجميع الحقيقة مهيئ نفسه لهذا الأمر اليوم، والكل الحقيقة يعني يساهم في نجاح الدورة بمشيئة الله الثامنة من خلال الانتخابات التي بدأت صباح هذا اليوم في حدود الساعة 7 صباحا. الاستمرارية لمدة 12 ساعة من 7 صباحا إلى 7 مساء. في هناك اجتماعات، في هناك أيضا استعدادات كانت مبكرة لهذه الدورة، في هناك أيضا مستجدات كما أعلنتها اللجنة الرئيسية لتسهيل الأمر للناخب وللمراكز ولكل من سيدلي بصوته في صندوق الاقتراع اليوم 25 من أكتوبر 2015. معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية يتابع بكثب
أمر هذه الانتخابات وما يتم فيها، وفي هناك متابعة للمراكز 107 مراكز لتسهيل عملية التصويت في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وفي هناك أيضا لجان معنية بهذا الأمر. في هناك أيضا لجنة أخرى متواجدة أيضا ومنعقدة في وزارة الداخلية، اللجنة العليا، هذه برئاسة فضيلة القاضي خالد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا، تقوم أيضا بدور إيجابي ومتابعة وتواصل رائع بين اللجنة الرئيسية واللجنة العليا وأيضا المراكز في مختلف المحافظات والمناطق لمتابعة هذا الأمر، ولو في هناك أيضا أي تساؤل أو استفسار أو غموض معين اللجنة على أتم الاستعداد للرد على كل هذه التساؤلات. إذن احنا موجودين في وزارة الداخلية لنقل هذه الصورة وما يتم الآن في وزارة الداخلية من خلال اللجنة الرئيسية ومن خلال اللجنة العليا. احنا بعد شوي ان شاء الله سيكون معنا من خلال الاستوديو الخاص بوزارة الداخلية سعادة المهندس خالد بن هلال المسعيدي وكيل وزارة الداخلية، والعودة للزميل العزيز عبد الله السباح هناك في استوديوهاتنا في التلفزيون. كل الشكر لزميلنا خالد الزجالي، وزي ما اسلف ان شاء الله بيكون عنده بنرجع له مره ثانيه ولقاء مع وكيل وزاره الداخليه سعاده السيد خالد بن هلال البوسعيدي. نرجع مره ثانيه نحيي ضيفنا الاستاذ محمد بن رضا اللواتي، وزي ما لاحظنا تجوال من خلال التغطيه الاعلاميه وتحدثنا كذلك عن اهميه عمليه ثقافة ومعرفة الناخب للمترشح اللي هو بروح ينتخبه. هنا المسؤولية دائما يمكن نركز عليها، وكان حتى من خلال الندوات اللي سبقت العملية الانتخابية دائما كان المسؤولية، صوتك أمانة، أنت لا تصوت على شخص كثر ما تصوت على استراتيجية قادمة للخطة، نقدر نقول الخمسية السادسة، في نقدر نقول استمرارية النهضة وإلى ذلك. يعني كثير مهم في هذه الفترة الثامنة أن نكون على بينة ومعرفة في عملية الانتخابية ومدى أهميتها. ربما يعني نتكلم عن الناخب، أظن أنه الآن الوعي موجود والصحافة أيضا كانت تكتب في هذا المجال كثير، وتكون من الواضح يعني هذا نحن نتأكد منه من خلال البرامج اللي كان المترشحين يطرحونها. نعم. هذا يدل على أنه المترشح ليش يجي ويطرح برنامج ويبين إيش هو بصدده. نعم. هذا يدل على أنه المواطن الآن أصبح ما يبحث فقط عن التكتل القبلي أو الاجتماعي المعين. نعم. أنا أشوف لك عبد الله الأمور ماشية بشكل سلس. ممكن هل نقدر نقول دور الشباب هنا يكون مختلف، لأن نقدر نقول في الدورة الثالثة أو الدورة الرابعة الآن صاروا نقدر أكبر، بلى أتفق معك، 8 سنوات أو 10 سنوات. نعم. الجيل القادم 22 سنة 23 سنة. صحيح. ويدخل عملية أنه يرشح. نعم. اسم يتوقع او يعني ينظر له انه نعم. بيكون رجل المستقبل نعم. في عمليه تحت قبه مجلس الشورى. اتفق معك 100%. اي مدى تحس نعم. الجيل القادم او الجيل الشباب اللي رايح واللي ان شاء الله خلال الساعات القادمه ذاهب الى مراكز الاقتراع على بينه ومعرفه وكذلك على مسؤوليه، ان انا صوتي مهم، وجود صوتي ايضا يحدث فارق في عمليه المرشح الفلاني او المرشح الاخر. وإذا احنا لاحظنا انه الفترة الماضية يعني الجيل الجامعي
والخريج الحديث بينهم كان واجد عن موضوع الانتخابات. نعم. يبدو أنه هذا القطاع الهام جدا والحيوي باتي يفكر بشكل جيد. نعم. عن دوره في صناعة هذا القرار. أنا شخصيا شفت مجموعة منهم. نعم. اللي هم مهتمين في هذا الحدث ويشوفون أنه عليهم واجب للمشاركة. طبيعة الحال هذا الجيل أخ عبد الله مختلف. فنحن نتوقع أنه هذا الجيل بيجي ويشارك لا لأجل قضايا ضيقة الأفق. نعم. نعم. بل بالعكس. لأنه هو جاي من الجامعة وعنده هموم مختلفة كليا ومدرك عن الأوضاع القائمة سواء سياسية أو اقتصادية. نعم. اللي تمر بها المنطقة بشكل عام. فضخ هذا الجيل في عملية صناعة القرار والمشاركة عن طريق الانتخابات أمر جيد جدا، وإحنا مقبلين على هذا العهد حقيقة. إلى أي مدى في وجهة نظرك كصحفي أن الشهادة العلمية هي المحرك الأساسي بالنسبة للناخب؟ يعني في يعني حتى من قانون الترشح لمجلس الشورى لازم يكون عنده شهادة الدبلوم العام وما فوق، يعني توصل إلى الدكتوراه وما فوق الدكتوراه. إلى أي مدى تحرص أن هي تحدد البوصلة بالنسبة للناخب للمرشح؟ هل الشهادة العلمية ومستواها ودرجتها العلمية كذلك؟ يبدو لي الأخ عبد الله أنه للدرجة العلمية دور، لكن يعني منقول بصراحة ما هو الدور الأساسي. نعم. نعم الأكاديمي في مستوى الدكتوراه ممتاز لو يترشح. نعم. في مستوى الماجستير ممتاز لو يترشح. نعم. لكن ما هو الأساس؟ الأساس البرامج اللي هو ناوي يشتغل عليها. نعم. الهم اللي هو ماخذه للمجتمع. نعم. العماني. فيبدو لي أنه هذا يعني هو الأساس. وإذا رافق هذا مستوى أكاديمي جيد جدا فيكون نور على نور. أيضا مدى أهمية المشاهد اللي قاعد يتابعنا والمتابع للحركة الانتخابية في هذه اللحظة أنه يكون على اطلاع دائما. يمكن أنا ذكرت لك قبل شوية عن التطبيق الإلكتروني الموجود وقاعد يرصد كذلك بالنسبة للعملية الانتخابية موجود. تعرف الناس الحين صارت كلها مشغولة بالهواتف الذكية. صحيح. صحيح. فصارت صحيح. وسيلة أن أنا قاعد أعطيك معلومة. نعم. معلومة من مصدر موثوق. نعم. مدى أهمية أنه لازم يكون دائما على اطلاع، على معرفة، متابعة إيش اللي قاعد يصير، إيش حتى ما بعد الإدلاء بصوتي لازم أني أتابع هذه، لأن أنا أحس هذه ثقافة أنا. نعم. أكسبها. صحيح. أبنائي. صحيح. في المستقبل. إذا كنت على معرفة وبينة. يبدو لي المفروض ما نأخذ هم. هو غصبا عليه بيتابع. مثل ما تفضلت. نعم. الآن وسائل التواصل الاجتماعي فارضة نفسها بشكل خطير جدا. نعم. وأولا بأول أنت نايم تقوم صباح تفتح الهاتف تشوف أشياء. نعم. فهذا وحده إن شاء الله كفيل بأنه الناخب يكون على اطلاع بشكل متواصل يعني بالأحداث. بالنسبة لك كصحفي كذلك وجود يعني النساء في مجلس الشورى دائما يكون يقول لك إن المجتمع ذكوري، ممكن يكون الناخب يميل للرجل أكثر ما يميل للنساء، هل تحس في الفترة الثامنة ممكن تكون في اختلاف الرأي يصير؟ ما إلى هناك أصارحك. العملية فيها سيكولوجيا نفسية. نعم. من جهة عشان بس نكون صريحين. نعم. الجانب النفسي ممكن يكون الجانب لدى. النفسي يلعب دور، يعني الذكورة يعني كأنه تفرض حالة ذكورية على الرجل وتدعوه أنه يبحث عن مترشح رجل. نعم. هذه حالة نفسية وسيكولوجية، لكن أنا أتوقع أنه الصحافة لو اشتغلت بشكل جيد جدا وطرحت مقالات تطرح رأي آخر وهذا الأمر بيتأتى تدريجيا لك عبد الله. ما نتوقع من الناس أنه على طول بينتبهوا إلى هذه المسألة. تدري العادات والتقاليد والبيئة تلعب دور كبير في توجيه المجتمع إلى جهة الرجال وإلى جهة الذكور عشان بس نكون واقعيين. ولكن البرامج الرائعة والطموح والكتابات الجادة ممكن تعمل خلخلة في هذه السيكولوجيا التدريجية. زي لاحظت خلال السنوات الأربع الماضية أنا حسيت أنه في ثقافة كيفية تكوين شخصيتي أني أنا مرشح القادم للفترة القادمة.
يعني بالنسبة للفترة الثامنة في أسماء أنا كنت أتابعها يمكن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعضهم كانوا أعضاء سابقين وترشحوا مرة أخرى، ولكن ما أهملوا الجانب التواصل مع المجتمع ببرامجهم، بتواصلهم نقدر نقول حتى في الجوانب الاجتماعية. نعم. نعم. وضع رؤية أو فكر أو منهاج هو يميل له. إلى أي مدى تحس أنت كصحفي هذا الحراك نقدر نقول الثقافي اتجاهي أنا كمرشح تجاه المجتمع خلال السنوات الأربع أني أكون لي قاعدة؟ نعم صحيح، والله أنا رصدتها وهي موجودة إلى مستوى معين. نعم. بالفعل كأنها نزعة وتتحول تدريجيا إلى حراك، ربما الآن ما صارت حراك ربما، لكن لا شك أنه هي نزعة موجودة. الناس بدأوا يفكروا لو هم بكرة يكونوا في هذا المنصب، من الآن إيش المفروض يسووا؟ هذا رائع جدا لك عبد الله. احنا نتوقع في الدورة التاسعة اشياء جديدة تماما، ربما من منتصف هذه الفترة بتبدأ تظهر. نعم. وأنا أتوقع خير حقيقة. في وجهة نظرك كمتابع مواطن وفي نفس الوقت كصحفي، أكثر ما يلفت نظرك هل هو الشخصية، هل هو المستوى العلمي، هل هو مستوى بالفعل يعني البرنامج الانتخابي اللي هو قاعد يضعه، هل هو الأرشيف الخاص بهذه الشخصية للمرشح أنه والله مثلا لا إصدارات لا أعمال لا مشاريع لا نشاطات اجتماعية، ما هو المحرك بالنسبة لي؟ يا عبد الله هذا اللي أنت قلت كلها تصب في هذا المجال. الدرجة العلمية مهمة، البرامج مهمة، الإرشيف جدا مهم، السمعة الطيبة مهمة جدا، لأنه هي سيرة ذاتية. أنت الحين لما تروح تتقدم لوظيفة تقدم سيرة ذاتية، كل ما هذه السيرة الذاتية تكون تذكر مشاريع، الآن اختلف الوضع. في السابق قبل 15 عام كان مفروض تشير إلى درجتك الأكاديمية، الآن إذا ما حطيت إنجازك كأنه السيرة الذاتية ضعيفة. نعم. وحتى لو طلبوك للمقابلة أنا متأكد الدائرة الموارد البشرية الناجحة بتوجهك هذا السؤال. نعم. أنه إنجازاتك، إيش إنجازك المهم جدا خلال 15 أو 5 سنوات الماضية؟ هذا ينعكس كذلك على إذا أنت خريج، هذا السؤال بيتوجه لك، طيب إيش كان إنجازك في فترة الدراسة الجامعية؟ سؤال جدا مهم. فالإنجاز الاجتماعي اللي منه السمعة الطيبة على فكرة، واحترام الناس إليك، هذا وحده أحد الإنجازات. ممتاز. يعني المكان الاجتماعية كذلك واحدة من النقاط الرئيسية. احنا بناخذ فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله بنستكمل كذلك حوارنا مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد بن رضا النواتي، وهو رئيس تحرير مجلة الرؤية، وأيضا تغطيات المباشرة في هذا الحدث. الحين قاعد يبلغوني ننتقل إلى وزارة الداخلية، والكلمة لك خالد الزجالي وضيفك الكريم سعادة المهندس السيد خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية. تفضل. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من هنا من وزارة الداخلية، حيث تنعقد اللجنة الرئيسية وأيضا اللجنة العليا ومتابعة لسير الانتخابات هناك في 107 مراكز، والأمور كما يبدو ومتابعة تلفزيونيا وإذاعيا وأيضا من خلال اللجنة الرئيسية تسير الأمور سير طبيعي وعادي. 107 مراكز جهزت بكل التجهيزات لتسهيل الأمر، مثل ما نذكر وهذا ما يؤكد أيضا الأخوان، ما تستغرق المسألة أكثر من دقيقتين. معنا سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية. سعادتك صباح الخير. صباح الخير للأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في ديوان عام وزارة الداخلية بهذه العملية الانتخابية
المطمئنة والحمد لله تمضي الأمور بشكل جيد. نعم صباح اليوم سعادتك صباح مختلف طبعا. اليوم صباح أكثر إشراقا على عمان لأن عمان وأهل عمان يعولوا على ما سيتم اليوم إن شاء الله الشيء شاء الله. الكثير بإذن الله تعالى إن شاء الله. كيف تتابع سعادتك من الساعة 7 وربما ما قبل 7 صباحا إلى الآن؟ الحمد لله رب العالمين، فتحت المراكز الانتخاب في كل ولايات السلطنة منذ 7 صباحا، وحسب الرصد الميداني الأمور تجري بشكل طبيعي وانسيابية، والتجهيزات كما أشرتم يعني مكتملة، وهذا ما سهل يعني إدلاء الناخب بصوته في كل يسر ووقت قصير. نعم في دقيقتين تقريبا سعادتك كما وصل لنا وكما أيضا تابع أخوانا وزملائنا المراسلين إذاعيا وتلفزيونيا هذه المسألة. الحمد لله طبعا الدقيقتين يعتمد على كثافة الناخبين. يعني المسألة من وصول الناخب إلى قاعة التصويت لن يستغرق أكثر من دقيقتين، لكن خارج القاعة قد يكون يعني بعض الوقت، لكن أؤكد هنا أن المدة لن تتجاوز الربع ساعة من دخول من البداية إلى النهاية، من بداية دخول المركز حتى انتهاء إدلاءه بالصوت. كيف استفدتم من الدورات السابقة سعادة المهندس الوكيل؟ وربما لو في أيضا استفادة من بعض الأمور، وأنا متأكد أن الدورة الثامنة فيها بعض الاختلاف عن الدورات السابقة لتسهيل أمر الناخب هناك في المركز. طبعا الوزارة في كل عملية انتخابية أي كان نوعها، سواء كان تختص بانتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية، دائما تقيم نهاية كل عملية وتقف على إيجابياتها وسلبياتها، ثم تحاول أن تطور من العملية بما يسهل للناخب إدلاء بصوته كما أشرت سابقا، وأيضا بما لا يمس بالدقة والشفافية والإتقان للعملية. الوزارة طورت في هذه العملية الانتخابية عدد من التطبيقات الإلكترونية، من ضمنها تطبيقات في الهاتف المتنقل، وهذا هذا التطبيق يتيح للمتابع عدد من البيانات الانتخابية، أهمها أنه يستطيع الحصول على مؤشرات الفرز أولا بأول. يعني سيكون المواطن اليوم متابع لكل ما سيدور من خلال جهازه. نعم. ومن خلال الهاتف. نعم. وسيكون في نفس الوقت أيضا مراقب لهذه العملية. نعم. سعادة الوكيل. نعم. صحيح؟ نعم نعم طبعا سيتيح له الاطلاع على مرشحه ونتيجة المرشح اللي يتابعه أولا بأول. إذن إلكترونيا المسألة مأخوذ فيها بشكل كبير اليوم إلكترونيا. نعم. تسهل أمر يعني ربما لجان حتى أو نعم. أشخاص. نعم. صحيح؟ نعم طبعا الوزارة تطور من استخدام تقنية المعلومات، وشهدتم اختبار أول تجربة في هذه الانتخابات أعضاء مجلس الشورى التصويت الإلكتروني. صحيح. وتنفيذ هذا المشروع سيفتح آفاق مستقبلية إن شاء الله في الفترات القادمة. كيف تقيمون سعد سيد؟ هو كان أتوقع كان لجس النبض في البداية، ربما فيما بعد سيكون إن شاء الله خلال الدورات القادمة إن شاء الله. طبعا النسخة الأولى كانت للتصويت الإلكتروني في انتخابات أعضاء المجالس البلدية. هذه نعتبرها في وزارة الداخلية النسخة الثانية. في النسخة الثانية الوزارة قامت بتطوير النظام البرنامج نفسه. قد لا يلاحظه الناخب بشكل واضح مباشر. أيضا قامت بتوسيع استخدام نطاق التصويت الإلكتروني على العاملين في العاملين الانتخابية. صحيح. نعم.
وهذا نتوقع سهل عليكم وسهل عليهم في نفس الوقت. نعم. وايضا ممكن الاستفاده من هذه التجربه. نعم. للدورات القادمه ان شاء الله. كما اشرت انه هذه التجربه ستفتح افاق اكيد جديده للانتخابات في الفترات القادمه ان شاء الله. نعم. سعادتك بالنسبه للجنه الرئيسيه اللي تنعقد ما قبل السابعه الى ما بعد السابعه، طبعا الى ظهور اخر عضو للشورى بمشيئه الله. نعم. ايش هو دوركم ولو نوجز ايضا للمشاهد الكريم الان؟ اللجنه الرئيسيه لها عده اعمال، يعني اول اعمال يناط فيها اعمال تحضيريه ما قبل يوم التصويت. هذه العمليه يعني اللي تسلم من قبل وزاره الداخليه للجنه الرئيسيه، وتبدا اللجنه الرئيسيه بحالتها ايضا الى اللجان الانتخابيه قبل يوم التصويت. يوم التصويت كذلك ينقسم الى عده مراحل كما تفضلت يعني الاشاره اليه. المرحله الاولى مرحله التصويت اللي تبدا من الساعه السابعه صباحا وانتهاء مع الساعه السابعه مساء. ينتهي عمل لجنه التصويت. هذه العمليه تتابعها اللجنه الرئيسيه اولا باول، وتتلقى فيها الاستفسارات واذا مزيد من التوضيح، مع التاكيد في هذا الصدد ان اللجان الانتخابيه تخضع لتدريب مكثف ومركز في اداره العمليه الانتخابيه خلال هذه قبل الفترة. هذا بفتره طويله فترة صح طويلة. نعم. نعم فتره طويله. وايضا تشرف اللجنه الانتخابيه على هذا البرنامج التدريبي اولا باول. المرحله الثانيه مرحله الفرز الالي. بعد الساعه السابعه ونقل الصناديق تتولى اللجان الفرز بفتح الصناديق ومن ثم فرزها آليا. تم تطوير هذا البرنامج، برنامج الفرز الآلي، أدخل فيه عدد من التعديلات. طبعا أؤكد هنا أبرز سعادة الوكيل السرعة. هذا اللي كنت بسأل عنه. السرعة أبرزها السرعة. احنا نأمل أنه ننتهي يعني قبل وقت يعني منتصف الليل، لا استطيع الان اوضيح بالتوقيت، لكنه ان شاء الله قبل اليوم التالي. سعادتك قبل الثانية عشرة او ما بعد؟ انا اتوقع يعني تسير الامور هكذا. نامل انه الخطط الموضوعه ان تتم العمليه يعني قبل الساعه 12 ان شاء الله. اذا كان يعني لا وصلت المعلومه قبل الساعه 12 قبل منتصف الليل ان شاء الله. نحاول احنا تكون اننا النتائج الاوليه للفرز واصله. طبعا الخطوة الأخرى بيان معالي، عفوا قبل ما يسبق بيان معالي السيد وزير الداخلية، تحال النتائج الأولية للجنة العليا لاعتمادها. بعد الاعتماد اللجنة العليا للانتخابات أعضاء مجلس الشورى تعلنها. المرحلة الأخيرة بيان معالي السيد الوزير بأسماء من خلال المؤتمر الصحفي. البيان طبعا بيكون في اليوم التالي. في اليوم التالي. أي نعم إن شاء الله. نعم. بتسمية أعضاء مجلس الشورى. نعم. هذه الآن اللجنة العليا. نعم. الانتخابات أعضاء مجلس الشورى الدورة الثامنة، الفترة الثامنة 2015 برئاسة فضيلة القاضي خالد المنوري في حالة انعقاد، وأيضا متابعة، وأكيد بتكون لنا تفاصيل عن دور هذه اللجنة وما أيضا تقدم لنجاح هذه الدورة، وأيضا لهم مهام أخرى بالإضافة إلى مهام اللجنة الرئيسية. سعادتك إيش اللي تتمناه الآن من الناخب واللي أعرفه؟ وهذا الحقيقة مردود كثير إيجابي، اشتغلتوا على هذه المسألة بشكل جميل من خلال التوعية. طبعا هنا النقطة، أنا قبل ما يعني أجيب على سؤالكم أحب أن أؤكد أنه نظام إثبات الحضور يعمل بكفاءة
ووصلتنا بعض الملاحظات، لكن تأكد للجنة الرئيسية أن النظام يعمل بكفاءة ولا ملاحظات عليه من الناحية الفنية. أختتم يعني هذا اللقاء بالدعوة الإخوة والأخوات الناخبين والناخبات للتوجه إلى الإدلاء بأصواتهم، وأفضل كلمتين صوتك أمانة. الله ولا يفرط بحق الوطني سعادة الوكيل، يعني هذا حق وطني لابد أن نحافظ عليه وندلي بصوتنا. أنا أتوقع 8 9 10 كيف ما كان العدد في الولاية، اعمل كذا يعني مراجعة للأسماء، فأكيد بتتأكد أن في واحد أصلح وأفضل ليكون من يمثلك بكرة إن شاء الله، وسيمثل الجميع من خلال قبة مجلس الشورى. سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك سعادتك، وإحنا موجودين بفترة أخرى يعني نتشرف بوجودك أيضا. الله يسلمكم، شكرا جزيلا، شكرا، نتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. اللجنة العليا مثل ما ذكرنا في حالة انعقاد منذ الصباح الباكر، ومستمرة أيضا في متابعتها لسير الانتخابات، هو الإشراف على الانتخابات، الفصل، الطعون. معنا الأخ عيسى الكعبي من هناك من مقر اللجنة لنعرف التفاصيل. تفضل عيسى. نعم خالد، صباح الخير، وصباح الخير لكل المشاهدين. يعني هذا الصباح الوطني، هذا الصباح العماني الخالص في تجسيد المواطنين العمانيين لانتخابات مجلس الشورى وللإدلاء بأصواتهم. خالد، أنا من هنا من مقر اللجنة الرئيسية المنعقدة حاليا أو المنعقدة من الساعة 7 صباحا، والتي سوف تستمر هذه اللجنة في الانعقاد إلى الساعة أو إلى آخر وقت الانتخابات وإلى الانتهاء من فرز الأصوات. مشاهد يعني نعم خالد، اختصاصات هذه اللجنة، اختصاصات اللجنة العليا، يعني هناك عدة اختصاصات تقوم بها اللجنة العليا، منها الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام المادة 6، بالإضافة إلى الفصل في الطعون الانتخابية وفقا أيضا لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية من الانتخابات من قرارات أو تعميم لتنظيم العملية الانتخابية، وأيضا اعتماد النتائج النهائية للتصويت. خالد، يعني هذه اللجنة سوف تقوم أيضا، وقامت بالأمس وقبل يومين أعضاء هذه اللجنة قاموا بزيارة المراكز الانتخابية في السلطنة، وسوف يقومون أيضا بزيارة بعض المراكز الانتخابية اليوم. هناك يعني عمل منسق تقوم به هذه اللجنة هنا، وعمل دؤوب لسير عملية الانتخابات. شكرا طبعا عيسى، كان هناك في اللجنة العليا، واللجنة العليا في حالة انعقاد مثلها مثل اللجنة الرئيسية هنا في وزارة الداخلية، حيث ننقل لكم هذا النقل المباشر والحي لنقل كل ما يدور والتفاصيل وبعض الأمور التي الحقيقة يعني تسير سير جيد ومتابعة جيدة إلى مراكز الاقتراع. هناك في 107 مراكز في مختلف المحافظات والولايات. احنا بين فترة أخرى بنرجع إلى هذا الموقع، إلى هذا المكان، ومعنا ضيوف حتى يكون المشاهد الكريم قريب من كل ما يدور، بالإضافة إلى زملائنا هناك داخل الاستوديو في المحطة، بالإضافة إلى مراسلين المنتشرين في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، في عرس انتخابي رائع وجميل تعيشه عمان هذه الأيام. إلى هناك، وعبد الله السباح في الاستوديو. كل الشكر للزميل خالد الزجالي في هذه التغطية المباشرة بالتحديد من وزارة الداخلية، ووضعنا بالصورة لكل من اللجنة الرئيسية وكذلك اللجنة العليا، وكذلك لقاء مع وكيل وزارة الداخلية. احنا ان شاء الله مستمرين معكم في هذا الحدث الجميل والرائع،
وهذه نقدر نقول الفرحة الانتخابية والثقافة العالية لدى الناخب وكذلك المترشح وأيضا المتلقي والمتابع لشاشة تلفزيون السلطنة أو إذاعة السلطنة وكذلك الراصدين من الزملاء والزميلات في المجال الإعلامي إن كان صحافة وإذاعة وكذلك تلفزيون كان من داخل أو خارج السلطنة. حياكم الله ونقول فاصل وراجعين. I'm not afraid.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وهذه التغطية المباشرة والبث الحي لبقاع الأرض الطيبة بلادنا الحبيبة عمان، في هذا الرصد الجميل والرائع للعملية الانتخابية للفترة الثامنة لمجلس الشورى. قبل ما ننتقل إلى المركز الإعلامي ونتحدث معهم عن الاستعدادات وكذلك التحضير وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام التقليدية إن كانت صحافة إذاعة وكذلك تلفزة، زملاء وزميلات من دول العالم المشاركين هذا الفرحة وهذا العرس الانتخابي، أبرز العناوين الصحفية اللي تدور في ذهنك كصحفي من لحظة بداية لقائنا أو حتى قبل ما نبدأ اللقاء حتى هذه اللحظة، ممكن نقدر نقول نعطيها عناوين للزملاء الحين الموجودين معنا في المركز الإعلامي، إيش العناوين اللي تجي في بالك؟ والله اليوم الصحف لك عبد الله ما خلت شيء، أقول لك صراحة يعني تشوف أنواع وأشكال من العناوين عمان تنتخب وغيرها، فجدا صعب الواحد بعد ينافسهم ويبتكر شيء فات عليهم، لكن من الممكن نقول مثلا حضور المواطن في موقع صناعة القرار، هذا عنوان جذاب. طيب مشاركة المواطن في عملية التنمية أيضا هذا عنوان آخر، ولعله موجود. نعم. أنا ما تصفحت كل الجرائد بشكل ولكن دقيق، ولكن هذه العناوين ممكن تكون لكن مثيرة. هذه عناوين مثيرة جدا. نعم. وعناوين يطمح إلى المواطن أنه أنا أقول لك أساسا جاي لأنه هو حاس أنه الآن دوره أنه يقدم شيء في عملية التنمية. ممتاز ممتاز. ننتقل إلى الزملاء في المركز الإعلامي في فندق الأنتر كونتيننتال هنا بمحافظة مسقط، وزميلنا سعيد الأمير، نقول لك صباح الخير يا سعيد. صباح الخير عبد الله، وصباحكم وطن مشاهدينا الكرام، وأنت الآن ومن خلال استعراضك مع ضيفك الكريم المانشيتات الصحفية التي قد تسجل هذا الحدث الذي تعيشه عمان في جميع محافظاتها سواء في الشمال أو في الجنوب، في الشرق أو في الغرب، بالتأكيد عين الكاميرا جالت مختلف ولايات السلطنة ورصدت هذا العرس الوطني الذي تعيشه عمان في هذا اليوم. هنا بالتأكيد عين أخرى ترصد هذا الحدث وتنقله للمشاهد الكريم، ليس فقط هنا على أرض السلطنة وإنما أيضا خارج السلطنة. هنا وسائل الإعلام المختلفة من دول شقيقة وصديقة جاءت لتغطي هذا الحدث. الموقع هنا كما ذكرت أخي عبد الله هو المركز الإعلامي بفندق الإنتر كونتيننتال، ننقل لكم الحدث من خلاله. بالتأكيد هنا في هذا المركز الصحفي يجدر بنا التنويه إلى أن هذا المركز افتتح يوم أمس في تمام الساعة 7 مساء تحت رعاية السيد حمود بن فيصل بوسعيدي وزير الداخلية. المركز الصحفي هنا يستقطب العديد من الصحفيين من مختلف الدول كما ذكرنا وأسلفنا، يتجاوز عدد الصحفيين هنا في هذا المركز 70 صحفيا. ربما عين الكاميرا لا ترصد الكثير من الصحفيين هنا في هذا الموقع، ولذلك مبرر بالتأكيد. جميع الصحفيين الآن هم منطلقون في محافظات وولايات السلطنة المختلفة ليكونوا عينا ترصد هذا الحدث، يتابعون هذا الحدث بكل تفاصيله لنقله عبر وسائلهم الإعلامية المختلفة. نحن الآن بالتأكيد سنتواصل معكم طوال هذا اليوم أينما كنا، طبعا سواء تلفزيون إذاعة، نرصد الحدث إن شاء الله. خلال اللحظات القادمة سنكون معكم، معنا ضيوف سيكونون معنا في الاستوديو، سنجري معهم بعض اللقاءات حول سير العملية الانتخابية لمجلس الشورى للفترة الثامنة. سنعود إليكم وبالتالي إن شاء الله سنكون على تواصل معكم لاحقا.
إذن نجدد بكم الترحيب مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الوطني الذي ننقل من خلاله هذه الانتخابات الشروية التي تشهدها السلطنة خلال هذه الفترة الثامنة في كافة ربوع السلطنة. كما أسلفنا الحديث نحن هنا في المركز الإعلامي في فندق الانتركونتيننتال، يوجد عدد من الصحفيين جاءوا من مختلف الدول الشقيقة والصديقة لتغطية هذا الحدث الوطني المهم الذي تعيشه السلطنة، هذا الحدث الذي بالتأكيد يأتي كل 4 سنوات ليواصل فيه الإنسان العماني عملية البناء وعملية التنمية وعملية المشاركة والمساهمة. هنا عين ترصد هذا الحدث بتفاصيله، تنقله إلى العالم الخارجي، بالتأكيد تنقل الصورة كما تعيشها السلطنة بكل شفافية. إذن مشاهدينا الكرام، معي هنا في الأستوديو ضيوفي والذين جاءوا طبعا وهم ضيوف السلطنة وترحب بهم السلطنة ونرحب بهم أيضا نحن هنا في تلفزيون سلطنة عمان. معي إلى جانبي هنا الأستاذة ماريا معلوف رئيسة تحرير مجلة مرآة الخليج من لبنان الشقيق، أهلا بك أستاذة ماريا. صباح الخير. أهلا. صباح النور، أهلا فيك. وأيضا معي على الجانب الآخر الأستاذ كميل شلالة رئيس تحرير ميدل إيست تايمز باستراليا، مرحبا بك أستاذ كميل. أهلا فيك. يا أهلا بكم أستاذة ماريا. في البداية دعيني أبدأ معك، أنت كامرأة بالتأكيد تساندين المرأة في هذه العملية الانتخابية، كيف تجدين حظوظ المرأة في هذه الفترة الانتخابية التي تعيشها السلطنة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك 20 امرأة تشارك في الانتخابات؟ طبعا فور وصولي إلى السلطنة ولدى يعني لقائي مع وزير الإعلام، أول سؤال سألته كيف هي حظوظ المرأة، وهل المرأة العمانية كالعادة طالما أنها هي مشاركة بحياتها كربة منزل منذ البداية ومن ثم في المجال خارج المنزل يعني في الأعمال وأهم الاقتصادية، نرى حضور كبير أيضا في القضاء العماني، حضور للمرأة العمانية. طبعا أنا ليست المرة الأولى اللي بواكب فيها الانتخابات مجلس الشورى في دورته الثامنة، وأجريت حوارات عديدة مع سيدات من المجتمع العماني ولقيت وجدت قديش هن involved أو يعني معنيين في بناء هذا المجتمع ونهضته والحفاظ على سيادته وديمقراطيته. المرأة العمانية هي مرأة واعية نسبة، وطبعا المميزة هنا أنه في بعض المجتمعات العربية بتعمل كوتا أنه بتقول المرأة مستضعفة لازم نحفظ لها حقها بأنها نعطيها كوتا معينة. منلاقي أنه هذا الأسلوب ليس معتمد بسلطنة عمان، إنما تأتي العملية ومشاركة المرأة بطريقة سلسة وبيسر معين ودون إظهار أن المرأة عندها حالة كأنها عندها حالة إعاقة ونحن يجب مساعدتها إلى التقدم أو إلى الانخراط في المجتمع أكثر. بدي أقول لك شغلة كمان، أنه كل يعني كل أصحاب النفوذ في سلطنة عمان وكل يعني القيادة الرشيدة في سلطنة عمان في وراها أم، في وراها امرأة، في وراها أسرة. لربما يعني أتداخل معك قليلا في هذه النقطة، يعني هناك من يقول أن المرأة نصف المجتمع، ولكن يعني نجد أن المرأة هي المجتمع كله، هي الأساس. نعم، وهي في عملية البناء نعم. يعني تأتي النشأة الاجتماعية من المنزل، من البيت، من التربية. فالأم حتى لو هي ليست ممثلة في مقاعد بمجلس الشورى لأنه يمكن في فوق 400 مقعد، وفي الدورة السابقة يمكن في بعض كان في شوي خيبة أمل أنه في بعض النساء كان مفترض ينجحوا، ولكن الحلو أنه في عملية ديمقراطية، يعني مش أنه في حصص معينة تجبر أعطاء يعني حصة لهذه الفئة أو لا أو يعني عدم أعطائها. واللافت النظر بانتخابات مجلس الشورى أنه ما بتلاقي في مثل ما اعتدنا في الأنظمة الأخرى، أنه في يعني مثلاً
هتافات وشعارات بعيدة عن 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 البناء. يعني في بعض الأحيان بنلاقي في انتخابات بصير فيها دم، بصير فيها خناقات، بصير فيها تظاهر، بصير فيها غش، بصير فيها تزوير. اللي نحن بنشوفه بسلطنة عمران هو يعني بإدارة وزارة الداخلية طبعا، ومنذ سنين عديدة في تنظيم عملية الانتخاب. الشعب العماني يحترم هذه الظاهرة، بحب بلده، بحب انه يعطي من اجل انه يعطي الصورة الحلوة للخارج، لانه كل فترة وكل اربع سنين في حضور لصحفيين من خارج السلطنة بيكونوا شهود على هذه العملية المميزة. طيب يعني استاذة ماريا، يعني الان احنا نتحدث عن الانتخابات وايضا تحديدا عن المرأة هنا في السلطنة، دعيني ابقى معك للحظة، وهو ان المرأة العمانية، المرأة العربية وحظوظها يعني لا تزال تراوح مكانها. يعني ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه المرأة العربية في تثبيت حضورها؟ شوفي، عندما نحكي عن المرأة العربية لا يجب أن نشمل أن المرأة العربية هي واحدة. كل مجتمع المرأة في العالم العربي لها خصوصياتها. أولا يعني يمكن لا أريد أن أدخل كثيرا في الدين، ولكن هناك بعض الدول لديها قوانين تتبع الدين فتحدد دور المرأة، علما أنه مثلا إذا نريد الحديث عن السعودية، المرأة اليوم دخلت في الانتخابات البلدية. لما نتحدث عن الكويت هناك دور للمرأة المرأة سابق، لأنه كان في مكونات ديمقراطية في المجتمع الكويتي سمحت إلى لبل في نساء تتحدى تتحدى يعني بعض الأمور وتكشف بالضبط. بعض يعني المكامن الفساد والكذا. المرأة التونسية بدي أحكي عنها بشكل كتير مهم، إنه أخذوا بتونس جائزة نوبل للسلام لأنه تحدوا الحالة المتردية والتخلف والرجعية اللي كانت حتوصلهم بعد ما المرأة التونسية كان عندها حقوق الانتخاب ومشاركة بكل مفاعل الحياة. اليوم رجعت أخذت حقها بأنها تصبح إذن إجمالا كل الدول العربية المرأة لها حضور، وأثبتت يعني أنها قادرة على كسر هذه التحديات والمعوقات التي تواجهها. أنتقل الآن إلى الأستاذ كميل. أستاذ كميل، من خلال متابعتكم للتنمية التي تعيشها السلطنة بكافة مؤسساتها، سواء كانت بنية تحتية على نطاق مستشفيات، مدارس، صحة، في هذا الجانب أيضا هناك بناء للإنسان، برأيك أستاذ كميل أيهما يسبق الآخر؟ يعني ما الذي يجب أن يسبق الآخر، بناء الإنسان أم أن الأمور يجب أن تسير في خط متوازي؟ بداية أود أن أوجه تحية إجلال واحترام إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وأطال بعمره، لأن صاحب الجلالة استثمر في الإنسان العماني، والاستثمار الذي بدأ منذ بداية النهضة العمانية المباركة منذ السبعينات لغاية الحين بدأت النتائج وبدأت الإيجابيات تظهر للعلن، وأصبحت ليس على نطاق فقط على نطاق سلطنة عمان والشرق الأوسط، اليوم أصبحت النتائج والسمعة العالية والمرموقة اللي بتتبوأها سلطنة عمان أصبحت في كل منتشرة في كل دول العالم، أصبحت في كل دول العالم. وطبعا الاستثمار الإنساني ساهم إلى الإنجازات، إلى الإنجازات والتنمية والإنجازات العديدة، وطبعا هذا يعكس الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة وسياسته الحكيمة وقيادته الهادئة والمحترمة من قبل كافة دول العالم اليوم، ليس فقط إقليميا بل عالميا. واليوم سلطنة عمان معروفة بدولة السلام والأمن والأمان. نعم، أعود للأستاذة ماريا. طبعا أنت أستاذة ماريا كإعلامية وشابة أيضا تتابعين يعني أيضا منظومة المشاركة الشعبية من خلال الفترات الانتخابية السابقة التي شهدتها السلطنة. نتمنى يعني أن نتعرف على متابعتك للمسيرة الشوروية هنا في السلطنة. طالما قلت أني شابة فيجب أن تكون متابعتي ليست أكثر من 7 سنوات. يمكن هذه المرة الرابعة اللي بيجي فيها إلى السلطنة، وبدي أقول لك أنه يعني الشعب هنا يحترم الحكم في سلطنة عمان،
يحب جلالة السلطان قابوس محبة من القلب ومن الروح، وكأنه هو الأب الروحي لكل بيت ولكل شخص في هذا البلد. أول شيء أنه لاحظت من كل الفريق اللي تعاون معي كإعلامية، إن كان في البرامج التلفزيونية، من العاملين في التلفزيون سلطنة عمان إلى الذين بيواكبونا بيروحوا معنا على دوائر الانتخابات أو على الولايات اللي هي بتجري فيها عملية الانتخاب، إلى كل شخص بيقدم لك القهوة، إلى كل إنسان بيحترم. أنا أشعر بأنه الإنسان هنا، وبدي أثني على كلام الأستاذ كميل أنه بناء البشر، وبدي أحكي عن دولة الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه بلبنان، لما أخذ كم يعني عدد كبير من اللبنانيين وسفرهم لتعليمهم وأصبحوا هن بيرفعوا اسم لبنان، وكان بحالة لبنان فيها بالحضيض وكنا عم نعاني، فأجا أنقذ. فهو بناء البشر قبل بناء الحجر، وهذا الشيء اللي عمله دولة الرئيس رفيق الحريري. أعتقد هنا أنه الإنسان العماني يفهم أصول الديمقراطية والسيادة والحرية ويحترم القانون ومحب لبلده، وهيدي أهم شيء، عناصر بتؤدي إلى التنمية المستدامة وإلى، وأكيد بيعرف يعني في كتير ناس بتفكر عنا بالعالم بلبنان أو بغير بالدول يعني البعيدة شوي عن دول الخليج، بتقولوا أنه الشورى، مجلس الشورى يعني أنه ما بيعمل شيء. لا، هو مجلس الشورى وأمركم شورى بينهم، هو مثله مثل مجلس النيابة اللي بياخد قرار، اللي بيناقش بعض المشاريع القوانين، واللي بيوضع استراتيجية، واللي بيكسير فيها تفاعل. وأنا كمان بدي أثني على كلام رئيس مجلس الشورى المعولي في مجلس البرلمانات الدول الدولي 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 اللي حكي فيها عن أنه عن المشاركة في القرار، وعن يعني عن تماسك الشعوب العربية للتقدم والتطور والنهضة. نعم. والمضي قدما في سبيل. إذن كما أسلفت الحديث أن الشورى أو المجالس، مجالس الشورى يجب أن تكون مساندة. من خلال هذا الحديث أنا أيضا أتوجه لسؤالي للأستاذ كميل، مجالس الشورى المنتخبة، هذه المجالس يجب أن تكون عاملا مساندا ومساعدا لخطط التنمية في كل دولة، يعني يجب أن لا تكون معطلة لهذه المشاريع. كيف نجعل من هذه المجالس مجالس مساندة في خدمة الوطن في التنمية بكافة أشكالها؟ هذا يعود إلى المجتمع العماني، إلى الوعي، إلى الكفاءة اللي بيتمتع فيها المجتمع العماني، لأن هو الذي سيختار أعضاء مجلس الشورى. فالخيار المجتمع هو اللي يعكس يعني نوعية مجلس الشورى. فهذا يتوقف على الشعب العماني وعلى الخيار تبعه وعلى الرأي الحر اللي هو يختار مين الصالح وصاحب الكفاءة وصاحب الثقافة والخبرة والقدرة. هذا طبعا يعكس إذا كان المجلس ناجح ولا يعني يقرر هو النجاح للمجلس. بالتأكيد. نعم. إذن في ختام هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي هنا في الأستوديو، الأستاذة ماريا معلوف رئيسة تحرير مجلة مرآة الخليج من لبنان الشقيق، والأستاذ أيضا كميل شلالة رئيس تحرير ميدل إيست تايمز بأستراليا. إذن مشاهدين الكرام، نحن نتواصل معكم أيضا هنا من فندق الانتر كونتيننتال من خلال هذه التغطية المباشرة على مدى الساعات القادمة. الآن أعود إلى الزميل عبد الله في الأستوديو. الكلمة لك عبد الله، تفضل. شكرا لك يا سعيد، وتحياتي لزملاء الإعلاميين المتواجدين في المركز الإعلامي، وتحية لكافة القائمين على هذا التغطية المباشرة. بما أن احنا قاعد نتكلم عن التغريدات، وضيفي الكريم الأستاذ محمد رضا اللواتي قاعد أقول أن دائما التواصل الاجتماعي، وإحنا وصلتنا مجموعة من التغريدات، بعد إذنك بس بنقراها للمشاهدين على الهواء. وصلتنا تغريدة من أسماء الهنائية زي ما هو واضح من خلال الشاشة، صباح يوم انتخاب مجلس الشورى، طبعا تحت هاشتاج عمان نسأل الله التوفيق لمن يحمل في قلبه نية الخير من أجل عماننا الغالية. كل التحية لك يا أسماء.
وهذا الحراك الجميل والرائع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وبالتحديد من التويتر. أيضا تغريدة أخرى من الزميلة مديحة سليمانية: صباحكم وطن، ينتظر استحقاق شورى هلموا أبناء وطني، عمان تناديكم وهذا هو حقكم الممنوح لكم من قيادتكم الحكيمة. طبعا تحت هاشتاج انتخابات مجلس الشورى وكذلك وطني 2015. أما من إبراهيم البطاشي كذلك تغريدة: لننتخب عقولا تصنع ولا أجساما تلمع. رسالة كثير رائعة وبصراحة منشد صحفي هنا. جميلة جدا. انتخابات طبعا تحت هاشتاج، طبعا اليوم في أكثر من هاشتاج في عمان تنتخب، انتخابات مجلس الشورى وكذلك مجلس الشورى. دكتور هلال الشيذاني يقول: ووجهت صوتي يا عمان لمن أرى فيه الصلاح لأجل يومك والغدي. أيضا بيت شعري جميل. هنا نقدر نقول الثقافة الرائعة اللي قاعد نتبادلها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. أحمد البلوشي يقول: صباحكم عرس وطني، صباحكم شعب يريد التغيير، صباحكم بلاد تحتضن نهج الحضارة. كل التحية لك يا جميل جدا. أحمد رائع بصراحة من الشباب هذا الحراك الرائع. مريم الرواحي: انسى القبلية حين تذهب انسى القبيلة حين تذهب ناخبا واحذر تجامل في الأمانة صاحبا. هنا أيضا رسالة واضحة أن تجاه المفهوم القبلية وكذلك نقدر نقول هنا المفروض الفكر والثقافة والنهج والمستوى العلمي. شوف لك عبد الله هذا الدليل على أنه في وعي. في وعي صحيح. أيضا فاتك البوسعيدي تغريدته: اليوم تذوب الطائفية والمذهبية والقبلية أمام صناديق الانتخاب لاختيار أعضاء الشورى للفترة الثامنة لسمو ورفعة عمان. هذه مجموعة من التغريدات احنا اخترناها لكم اليوم من خلال هذه يعني التغريدات، وإن شاء الله دائما من خلال تواصل هذا البث الحي والمباشر. كلمة أخيرة أستاذ محمد، من خلال تغريداتنا، لقائنا، ربطنا المباشر مع الزملاء في المراكز المختلفة وكذلك مركز الرئيس اللجنة الرئيسية واللجنة العليا في وزارة الداخلية والمركز الإعلامي، خلاصة كذا خلال الساعتين أو ثلاث ساعات اللي خذناها معك. الحقيقة يعني أجدني مندفع يعني بعد ما هذه التغريدات اللي أنت الآن قريتها. نعم. أشوف أنه رسالتي كصحفي أنه أستمر في إعطاء وهج يليق بهذه العملية الديمقراطية الرائعة جدا اللي هي تعمل على بالفعل جلب صوت المواطن إلى صناعة القرار. نعم. أنا متفق تماما مع هذه التغريدات ومرتاح لها كليا. نعم. عبد الله أنا سعيد كثير أن أجري معك هذا الحوار. شكرا جزيلا، وأنت حجزتني من الصباح. فأنا الآن لازم أطلع وأروح أنتخب. يلا يعطيك العافية إن شاء الله. وزي ما يقولون يعني زي ما صرح مع سعادة وكيل وزارة الداخلية السرعة. نعم. يعني كانت هي من الحيثيات الأساسية في انتخابات الفترة الثامنة. كل الشكر للأستاذ محمد بن رضا لواتي وهو رئيس مجلة الرؤية وصحفي بجريدة الرؤية كذلك. شكرا جزيلا لك عبد الله، ونورتنا على الاستضافة. فأشكرك. الله يخليك ويسلمك. وإحنا ما زلنا في هذه التغطية المباشرة والحثيثة في رصد هذا الحراك الانتخابي الجميل للفترة الثامنة لمجلس الشورى. أتمنى التوفيق للزملاء القادمين في التغطية المباشرة. بعد لحظات إن شاء الله سننتقل استديوهات الأخبار. بكم إن شاء الله معكم بعد نشرة الأخبار الزميل يعقوب المعمري لاستكمال هذه التغطية المباشرة. تحياتي لكم، عبد الله السلام.